بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي الإفريقية في الأولى في دوري المجموعات، النادي الأهلي ضد نادي فيتا كلوب الكونغولي. عايز أقول لحضراتكم النهاردة هنتكلم عن كل شيء، وهنتكلم عن المباراة، وهنتكلم عن طاقم التحكيم، وهنتكلم عن كل الأمور الخاصة بالمباراة. ولكن الحقيقة قبل ما أبدأ وأتكلم عن مباراة اليوم، عايز أبدأ مع حضراتكم بوظيفة جديدة حصلت خلال اليومين اللي فاتوا دول في الرياضة في مصر. الوظيفة دي اسمها المصلح الاجتماعي الرياضي. الوظيفة دي اسمها إيه؟ المصلح الاجتماعي الرياضي. المصلح الاجتماعي ده بيجي بيطبطب على الناس ويقول لهم إيه، اتنين مثلا يكونوا متخانقين، يروح يطبطب على ده شويه ويطبطب على ده شويه ويقول لهم مش عايزينكم تتكلموا يا جماعه، وعايزين كل اللي بينكم وبين كل اللي بينكم وبين بعض ما يبقاش موجود. اليومين دول انتشر الحقيقه وبشده خلال الفتره اللي فاتت منذ ان النادي الاهلي عمل بلاغ للنائب العام في بعض الامور الخاصه بما يحدث خلال الفترات اللي فاتت من تطاول من البعض. النادي الاهلي قدم هذا البلاغ، فوجئنا بعد تقديم هذا البلاغ ان بعض المصلحين الاجتماعيين الرياضيين اللي هم لا ينتموا الى كره القدم في اي شيء، ولكن طالعين بس لمجرد ان هم ياخدوا شو اعلامي، لمجرد ان هم ياخدوا شو اعلامي فقط لا غير، طالعين يعملوا ايه؟ يقول لك يا جماعه بقى احنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه، ومن فضل حضراتكم مش عايزين حد يقعد يتكلم بقى ونعمل مشاكل ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. هو انتوا كنتوا فين السنين اللي فاتت؟ هو انتوا كنتوا فين السنه اللي فاتت؟ ولما النادي الاهلي يتخذ خطوات جاده، لما النادي الاهلي يتخذ خطوات جاده في اي حاجه، تلاقي المصلحين الاجتماعيين الرياضيين دول ما بين قوسين طبعا طالعين يتكلموا في كل حاجه لمجرد الشو الاعلامي فقط. هي مش كانت التجاوزات دي بقى لها قد ايه؟ انا مش بتكلم على شخص، انا بتكلم على مجموعه من الاشخاص. تجاوزات في حق النادي الاهلي وليست في حق اي شيء اخر، في حق اسم النادي الاهلي. وبالمناسبه أنا ما بتكلمش نيابة عن حد، أو ما بتكلمش نيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي له متحدث رسمي يتكلم بالنيابة عنه، ولكن أنا بتكلم من قناعاتي أنا الشخصية. الوظيفة الجديدة اللي طلعت المصلح الاجتماعي الرياضي دي إيه نظامها يعني؟ أنا عايز أفهم. كل واحد دلوقتي قاعد قدام الشاشة يقول لك إيه يا جماعة إحنا عايزين بقى الدنيا تهدى، آه طبعًا عايزين الدنيا تهدى، ولكن أنا بتكلم من وجهة نظري الشخصية. أو من وجهة نظر البرنامج الشخصية وليست من وجهة نظر مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما قلت لكم مجلس إدارة النادي الأهلي له متحدث يتكلم عنه. أنا بقول إن اللي غلط لازم يتم حسابه. يتم حسابه إزاي؟ هناك بقى طرق كثيرة جدا جدا، الطريقة القانونية اللي اتبعها النادي الأهلي، ولكن الناس اللي غلطت في النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت اذا طلعت اعتذرت، اذا طلعت اعتذرت على الهواء مباشره زي ما الناس كلها كانت بتشوفها وهي بتتكلم وبتخوض في اعراض او في كلام كتير يخص النادي الاهلي، الناس دي لو اعتذرت خلاص اوكي، ساعتها نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. وجهه نظر الشخصيه وليست وجهه نظر اي حد خالص، انا بتكلم عن وجهه نظر انا. ولكن فجأة كده لقينا خمسة ستة طالعين يتكلموا يا جماعة والنبي هدوا الدنيا شوية، أصل الدنيا إحنا داخلين على أمم أفريقيا. أكتر نادي بيحافظ على البلد وأكتر نادي بيحافظ على كل شيء هو النادي الأهلي. خلال الفترات اللي فاتت بالكامل، ومش من شخص واحد، ده من أشخاص كتيرة جدا خلال الفترات اللي فاتت، ومعروف انتماءاتهم ومعروف هما بيتكلموا ليه، إنهم كانوا ضد مثلا مجلس الإدارة الحالي في الانتخابات السابقة مثلا يعني. بيطلعوا يتكلموا يقول لك لا احنا عايزين نهدي وداخلين على امم افريقيا. طب هو انتوا افتكرتوا دلوقتي ان انتوا داخلين على امم افريقيا؟ ولا هي التهدئه دي بس لمجرد ان النادي الاهلي ابتدى يتخذ خطوات جاده ولن يتراجع عنها؟ انا وجهه نظري التراجع الوحيد، او مش تراجع، اذا 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 كانت الناس عايزه هنا في مجلس الاداره، اذا الناس طلعت اتاسفت، اللي غلطوا في النادي الاهلي اذا طلعوا يتاسفوا ويقولوا يا جماعه احنا متاسفين واحنا مفيش مشكله وبيننا وبين بعض عيش وملح وكل الامور جيده، خلاص اوكي، ساعتها من الممكن ان مجلس الاداره يفكر في هذا الموضوع، لان في النهايه هي تمس اسم النادي الاهلي، ما تمسش اسم حد. انت لما بتيجي تغلط بتغلط في اسم النادي الاهلي. وبالتالي يا جماعه بس الناس اللي طالعه المصلحين الاجتماعيين الرياضيين، من فضل حضراتكم خليكم في حالكم.
بما انكم ما اتكلمتوش خلال السنه الماضيه في اي شيء، فمن فضل حضراتكم خليكم في حالكم وابعدوا عن النادي الاهلي، لان الناس دي اساسا ما لبستش شورت. الناس اللي طلعت تتكلم دي ما لبستش شورت، ما تعرفش يعني ايه اسم النادي الاهلي، ما تعرفش يعني ايه قيمه النادي الاهلي. فعشان كده من وجهه نظري طبعا ان المصلحين الاجتماعيين دول خليهم في بيتهم. احنا النادي الاهلي يعلم تماما ماذا يفعل، النادي الاهلي يعلم تماما ماذا يفعل، ويعلم كيف يحافظ على حقوق جماهيره، وكيف يحافظ قبل كل ده على اسم النادي الاهلي. فالناس بس اللي طالعه تاخد شو اعلامي، تاخد شو اعلامي في التلفزيونات، كل واحد يطلع هنا شويه يقول لك اصل كذا، واصل يا جماعه من فضلكم احنا داخلين على بطوله امم افريقيا، اكتر نادي بيخاف على البلد هو النادي الاهلي، نادي الوطنيه ونادي كل حاجه. والكلام ده انا مش بقوله عشان انا واقف في قناه الاهلي، انا بقوله قلته في كل القنوات السابقه اللي كنت بشتغل فيها. ولكن كل واحد عايز يعمل لنفسه منظر او شو او اي حاجه، يطلع يقول لك يا جماعه بقى عايزين نهدي الدنيا وعايزين نعمل الدنيا. لا، وجهه نظري ان الدنيا تهدى عندما او لما المخطئ يطلع يقول انا اسف يا جماعه انا غلطت في حق النادي الاهلي او في اسم النادي الاهلي او كذا او كذا او كذا، ساعتها يبقى القرار في ايد مجلس الاداره، يشوفوا اللي يعملوه ايه ويعملوه. لكن ان بتطلع ده تقول يا جماعه نهدي الدنيا وده يسكت وده يسكت وعشان خاطرنا وبتاع والكلام ده كله، ده احنا مش قاعدين، احنا عندنا 70 80 مليون او 60 70 مليون واحد بيشجعوا النادي الاهلي وبينتظروا ماذا سيفعل مجلس الاداره حفاظا على اسم النادي الاهلي وعلى قيمه النادي الاهلي. فمن فضل حضراتكم خليكم قاعدين في البيت. يعني الحاجات اللي بتعملوها دي يعني قعده عرب تقعدوا مع بعض تخلصوا الحاجات دي كلها، لكن ان حد يطلع يتكلم، وخصوصا ان هو ولا من قريب ولا من بعيد في كره القدم، ما يعرفش يعني ايه شورت. الناس اللي بتتكلم يعني هو مش واحد بالمناسبه، ده هم فوجئت انا امبارح والنهارده ايه كميه الناس المصلحين الاجتماعيين دي؟ ايه كميه الناس دي؟ حضراتكم اهدوا، مفيش اي مشكله، احنا هنعرف ناخد اجراءات. احنا كنادي اهلي او النادي الاهلي لو مجلس اداره يستطيع ان يحافظ على حقوقه بكل الطرق القانونيه والمحترمه، القانونيه والمحترمه. هو انا ليه بقول الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده عشان خاطر الجمهور، عشان خاطر حضراتكم تبقوا فاهمين ان الفتره الجايه النادي الاهلي لن يسكت على اي شيء، وقبل كده ما كانش بيحصل، ولكن كان هناك سياسه معينه. لكن دلوقتي الامور تغيرت، الامور تغيرت. اللي هيقول كلمة، وأنا كل حلقة بطلع أقول هذا الكلام، اللي بيقول كلمة بيطلع فلان، وكلنا بنطلع نرد عن النادي الأهلي وليس عن مجلس إدارة. خدوا بال حضراتكم من الفكرة دي، لأن ده مهم جدا. لما أي حد بيطلع يتكلم بيتكلم عن اسم النادي الأهلي، عن اسم النادي الأهلي. أنا ما بدافعش عن أشخاص بالمناسبة، يعني أنا بدافع عن كيان، كيان اسمه النادي الأهلي. أو حتى أو أنا كمان مش مطالب إن أنا أدافع عن النادي الأهلي يا جماعة، عندنا جمهور يهز كل حاجة في الدنيا. وبالمناسبة بما إننا هنتكلم على الجمهور، النهاردة الجمهور له دور رئيسي وأساسي في فوز النادي الأهلي إن شاء الله، لو مباراة لسه كمان ساعتين. النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي له الدور الرئيسي والأساسي في فوز النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله وفي بقية المباريات القادمة. ولكن من فضل حضراتكم، وانا عارف ان في ناس كتيره جدا بتبقى قاعده بتتفرج على الانترنت، بتتفرج على الحلقه، من فضل حضراتكم كجمهور النادي الاهلي لما تخش الاستاد، احنا مش عايزين اي حاجه غير ان انت تشجع فريقك بس. ليه انا بقول لك الكلام ده، او ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ حضراتكم مهمين جدا 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 بالنسبه لل 11 لعيب اللي موجودين، انتوا الاساس اللي بتخلوهم يموتوا نفسهم ويكسبوا البطولات. فطول ما انتوا مش موجودين اللعيبه دي بتبقى ناقصها كتير، واسالوني انا، اسالوني انا في الحاجات دي. اللعيبه بيبقى ناقصها كتيره جدا 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 في عدم وجود الجمهور. وبالتالي مش عايزين نحرم اللعيبه او مش عايزين نحرم النادي الاهلي من جمهوره. والناس هنا بتتلكك، خدوا بال حضراتكم في ناس كتيره بتتلكك. فعشان كده بقول لحضراتكم خليكوا في اطار تشجيع الفريق فقط بدون اي شيء اخر،
احنا مش عايزين اي شيء اخر، احنا قادرين ان احنا نرد عن اي حاجه، احنا قادرين ان احنا نرد عن كل الناس، مفيش اي مشكله طالما اسم النادي الاهلي هنعرف نرد عليه وهنعرف نعمل عليه وهنعرف نقول كل الصح ايه وايه الغلط. فمن فضل حضراتكم كجمهور احنا مش عايزين من حضراتكم غير حاجه واحده فقط، وهي تشجيع الفريق في الاوقات المناسبه كالعاده، يعني كالعاده زي ما بنشوف دايما النادي الاهلي. ايه اللي بيحصل في الدقيقه 90 ولماذا دائما تكون الدقيقه 90 هي السلوجن او هي الشعار اللي بنمشي عليه داخل النادي الاهلي؟ ف السلوجن ده احنا بنمشي عليه ليه؟ لان حضراتكم الاساس فيه، الدقيقه 90 ده حضراتكم الاساس فيه، فعشان كده مش عايزين حضراتكم تحرمونا منكم. ده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، ده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. طيب بالنسبه للفريق الثاني، فريق بيتا كلاب ده، لو تخيلوا كده حضراتكم لو استاد برج العرب ده مملي، مملي على اخره بجمهور النادي الاهلي، الفريق ده بيبقى نازل مغلوب من شكل الجمهور وجمهور النادي الاهلي والاحمر اللي موجود في كل الاستاد والكلام ده كله. ياما حصلت يا جماعه، ياما حصلت، عمري في حياتي. طيب فكركم تاني بمباراه الصفاقسي، وانا دايما لما باجي اتكلم بتكلم عن مباراه الصفاقسي تحديدا لانها علامه فارقه في هذا الجيل، حب الجمهور لهذا الجيل اللي موجود من اللاعبين، وان انا كنت اتشرف الحقيقه ان انا اكون جزء صغير من هذه المجموعه اللي موجوده. مباراه الصفاقسي كان في 20 30 واحد في مباراه في تونس هناك، كان في 20 30 واحد، وملعب الصفاقسي ده مليان على اخره، على اخره كله. عمري ما انسى الشوط الثاني، انا كنت بلعب ناحيه اليمين كده وكان الجمهور هنا ورايا، ال 20 30 واحد دول كانوا ورايا هنا في الحته دي، ال 20 30 واحد دول كانوا مسكتين ال 50 60 الف اللي موجودين. تخيلوا بقى 20 30 واحد، تخيلوا 20 30 واحد عاملين في 60 70 الف متفرج كانوا موجودين في رادس الوقت ده. فعشان كده بقول لكم الجمهور من الناحيتين، من ناحيه النادي الاهلي او ال 11 لاعب اللي بينزلوا والاحتياطي والمدرب وكل شيء، وايضا في نفس الوقت ده جمهور الصفاقسي اللي حضراتكم سكتوهم، ال 20 30 واحد سكتوهم. انا عمري ما انسى اليوم ده تحديدا، لانه زي ما قلت لحضراتكم انا كنت بلعب باك رايت، فكنت بلعب ناحيه اليمين، وانا كده كان الجمهور اللي في ظهري ده ال 20 30 واحد قاعدين. كنت دايما لما الكره تعمل كده بص الف اقول هي الناس دي ايه؟ الناس دي جايه منين؟ يعني هي الناس دي بتعمل كده حبا في الاهلي، فيبقى انا لازم اموت نفسي. فانتوا لكم تاثير كبير جدا مع النادي الايجابي، تاثير ايجابي يعني مع النادي الاهلي، وتاثير سلبي على الفرق الاخرى. النهارده ان شاء الله يكون في 5 6000 متفرج ان شاء الله، يكونوا كلهم موجودين وكلهم يبقوا في ظهر الفريق اللي هيلعب النهارده، ال 11 اللي موجودين هيلعبوا النهارده، ويبقوا بيشجعوا مجرد تشجيع حضراتكم المجموعه. وانا اسف ان انا بس بخش من موضوع لموضوع، ولكن انتوا الاساس، انتوا اللي بتخلونا نتكلم كده، انتوا كجمهور اللي بتخلونا نتكلم كده. حضراتكم كريم معانا ولا لسه؟ طيب هنبقى نجيب كريم دلوقتي، علشان كريم احمد طبعا مراسلنا من ملعب المباراه، نعرف المجموعه او الجمهور اللي متواجد عامل ازاي. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان انتوا الاساس في كل شيء، ضد ومع، ضد الفريق الاخر ومع فريق النادي الاهلي. عشان كده عايز حضراتكم النهارده ومن فضلكم لو في 10 تنفار، لو في 10 تنفار داخلين يشجعوا النادي الاهلي ما لهمش علاقه باي حد، من فضل حضراتكم مالكوش علاقة بأي حاجة، العلاقة الوحيدة بتاعتكم ان انتوا تشجعوا فريقكم جوه الملعب في الوقت اللي الفريق محتاج ان انتوا تشجعوه فيه، لان مباراة النهاردة هي مباراة صعبة على الطرفين، على الاهلي وعلى فيتا كلوب. واحنا دايما معاكم وفي ظهركم، بالمناسبة ادارة النادي الاهلي مع حضراتكم، عشان بعد المسافة وعشان المشوار وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، عملوا ايه؟ خفضوا التذاكر لأقصى درجة ممكن يتم تخفيضها، أو أقل درجة ممكن يتم تخفيض فيها التذكرة. فإحنا محتاجينكم يا جماعة، إحنا كنادي أهلي محتاجين حضراتكم تبقوا موجودين في كل المباريات القادمة، فمش عايزين حد يتلكك لأي حاجة. الكراسي اللي إحنا قاعدين عليها دي بتاعتنا، وإحنا اللي بندفع فلوسها من ضرايبنا كمصريين يعني،
كل حاجة ممكن تتعوض، ولكن إلا جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هو المحرك الأساسي والرئيسي في كل شيء. أنا مش عايز أطول في الموضوع ده كتير، ولكن دايما وأنا بتكلم الواحد وهو في الملعب، الناس اللي نزلت الملعب وشافت جمهور الأهلي حواليها، يعني دايما تلاقوا مشاعر جياشة ومشاعر فياضة جدا لصالح جمهور النادي الأهلي، لأن دي الحقيقة. وبعدين أنا كمان كنت بلعب على الخط، فبيني وبين الجمهور كنت بسمع كل حاجة، بسمع الشتيمة وبسمع كل حاجة، فيعني كان يعني كنت قريب جدا من الجمهور وبسمع كل حاجة. فمن فضلكم من فضلكم ما تحرموناش منكم. عايزين تشجيع لفريق النادي الأهلي فقط، تشجيع مثالي زي ما كنا متعودين دايما منكم. طيب الحقيقة قبل بس ما اتكلم عن بقية الحلقة النهاردة، عايز اقول لحضراتكم ان النهاردة والدة الكابتن محمد عامر، طبعا النجم الكبير ونجم نادي الاهلي السابق، توفاها الله النهاردة. طبعا البقاء والدوام لله من كل اسرة قناة النادي الاهلي للنجم الكبير الكابتن محمد عامر في وفاة والدته، واللهم لهم اهله الصبر والسلوان. عايز اقول لحضراتكم ان دائما ما يكون او دائما مثل هذه المباريات اللي هي مباراة فيتا كلاب، فريق قوي، فريق مهم جدا. هنقول لحضراتكم النهاردة نقاط الضعف ايه ونقاط القوة ايه وكل حاجة، ولكن دايما المباراة الاولى بتبقى مباراة صعبة، ولكن في نفس الوقت هي يظل دائما النادي الاهلي هو زعيم افريقيا، زعيم افريقيا، وبيعمل كل حاجة علشان المباراة او البطولة اللي احنا هنلعب فيها النهاردة دي، او اللي هتلعب فيها اولى المباريات في دوري المجموعات، ان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي. النهارده هتشوفوا مجموعه من اللاعبين اللي تم التعاقد معهم، هيبقوا متواجدين ان شاء الله في ارض الملعب. هنقول لحضراتكم عن كل شيء، ولكن يظل دائما النادي الاهلي هو زعيم. بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، الحقيقه الله يرحمه كابتن حماده امام قال كلمه مهمه جدا، القادمون من الخلف. القادمون من الخلف دي، يعني انا حتى وانا قاعد بتفرج على التقرير كده شفت ايه، ان يعني عندما تقارن النادي الاهلي تقارنه بريال مدريد، هي الناس كده، هي دي الحقيقه. عندما تقارن النادي الاهلي بتقارنه بريال مدريد، بتقارن بالنسبه للبطولات، يعني بتقارنه بريال مدريد، بتقارنه بالانديه الاوروبيه، ولكن القادمون من الخلف بقى على راي الله يرحمه كابتن حماده امام بعيد قوي. يعني الناس اللي بعدك في افريقيا كلها وفي العالم العربي كله بعيد جدا عنك. يعني انت اقرب نادي هنا في افريقيا وفي مصر طبعا، يعني في افريقيا يبقى في مصر طبعا، في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي كله اقرب نادي لحصد بطولات عشان تقرب من ريال مدريد وتوصل لريال مدريد ان شاء الله. هي دي الانديه اللي انت بتقارن بيها. طبعا هناك فارق كبير برضه عشان ما نبقاش بنضحك او بنقول اي، لكن في النهايه النادي الاهلي ببطولاته يظل نادي عظيم، نادي كبير، وده مش كلامي، الحقائق بتقول كده. شوف كم بطوله احنا خدناها والنادي الاهلي خدها، والقادمون من الخلف شوف جابوا كام بطوله. النهارده عندنا مباراه مهمه جدا جدا جدا، مباراه فيتا كلاب الكونغولي امام النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره بيعاني من بعض المشاكل، من بعض الاصابات، ولكن لجنه التعاقدات ومجلس الاداره قدروا ان هم يعملوا بعض الصفقات الهامه جدا، اللي الحقيقه جمهور النادي الاهلي شايف ان هي صفقات هتفيد الفريق بشده خلال الفتره اللي جايه. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا وعرفتوا ان محمد محمود يعني ربنا يرجعه بالسلامه، جاله صليبي وان شاء الله يرجع افضل من الاول، لسه الولد عنده 20 سنه، ربنا يكرمه ويرجع بالسلامه ان شاء الله. بقيه اللاعبين هيبقى متواجدين النهارده، غالبا ياسر هيلعب من اول المباراه، حسين الشحات لسه ما جالناش التشكيل او اول ما هيجي لنا هنقوله لحضراتكم، ولكن غالبا اللعيبه دي هتكون بادئه من اول المباراه، ولان المباراه دي هامه جدا جدا جدا. الحقيقه كان في كلام كتير جدا جدا يخص هذه المباراه، وبالتالي رحنا عملنا هذا التقرير مع كابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، هنشوف هيقول لنا ايه عن هذه المباراه، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. مستمرين معكم كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. ما قبل مباراه النادي الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي النهارده، يمكن كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد برج العرب. اكيد هنحاول نتكلم طبعا مع الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، نتكلم بشكل عام على المباراه. باذن الله كابتن يوسف تكونوا موفقين في هذه المباراه، اولى المباريات في دور المجموعات، لكن زي ما قلنا واكدنا اختيار كان جيد جدا من الجهاز الفني استمرارك هنا في الاسكندريه، مزيد من التركيز ومزيد من طبعا يمكن غلق على اللعيبه بشكل كبير. حطينا في الاجواء كابتن يوسف قبل هذه المباراه.
هو هاخد من كلامك طبعا ان مزيد من التركيز وايضا مزيد من الراحه، لان انت بتلعب باربعه وبعدين لعبت 8 وهنلعب 12، فبالتالي انت بتتكلم في 3 ايام فرق. استشفاء كويسه جدا للعيبه، وايضا تركيز ان احنا نركز بشكل قوي جدا على المباراه. درسنا فريق فيتا كلوب بشكل كويس جدا، كلنا تصميم واصرار ان احنا نعمل بدايه قويه جدا في دوري المجموعات تختلف عن البطوله اللي فاتت. يمكن البطوله اللي فاتت اول مباراتين مع الترقي وكمبالا كان في نقطه واحده بس، وبعد كده قدرنا ان احنا نلحق التاهل. درسنا فريق فيتا كلوب بشكل كويس جدا، اللعيبه عندها كل مفاتيح اللعب بالنسبه لهم، نقطه ضعف بالنسبه لهم، وفي نفس الوقت كمان كلنا اصرار وتصميم ان احنا نبقى يعني الثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا، بنلعب على ملعبنا وبعد كده هنخرج لبطل الجزائر، فمهمه جدا. يمكن كمان عايزين نكلم كابتن يوسف على سوء التوفيق اللي بيقابل لعيبه النادي الاهلي. عندنا اصابات كثيره جدا، واخرها طبعا يمكن حاله حزن كبيره جدا للجمهور محمد محمود. كنا بنتمنى له طبعا كل التوفيق، لكن الدعم مطلوب خلال الفتره اللي جايه، وعايزين نطمن عليه بالتحديد ده هيسافر امتى، الامور بالنسبه له يا كابتن يوسف. يعني طبعا احنا في اجراءات دلوقتي اللي هو العلاجيه بتاعته، ان احنا بنرتب له عشان يعمل العمليه، لكن احنا ده قدر ووارد جدا في كره القدم، وحصلت قبل كده معانا يمكن من حوالي 11 أو 12 سنة تقريبا، تتكلم في أكوتي مانسا يمكن ظروف مشابهة لي. لكن أنا بقول إن إحنا يعني لابد أن نتعامل مع واقع كرة القدم. واقع كرة القدم فيه كل حاجة، فيه إصابات، وفيه أوقات بتبقى كسبان 2-0 ويخش فيك، أوقات بتبقى أنت متعادل أو خسران وبترجع للمباراة في وقت سيء. بص يعني كرة القدم فيها كل الأحداث، وفيها الأحداث الحزينة وفيها الأحداث السعيدة، فطبعا إحنا متضايقين جدا، لكن إحنا امام واقع لازم نعيشه. وفي نفس الوقت كمان كلنا اصرار وتصميم مع اللعيبه الموجوده، احنا ان شاء الله نعوض الغيابات دي. عندنا غيابات اخرى في مصر، فتحي، سعد، نجيب، ازارو، يعني عندك لعيبه مجموعه، صلاح محسن، عاشور، احمد الشيخ، يعني عندك مجموعه كبيره جدا. لكن نتمنى ان شاء الله ان احنا ما نتاثرش، ونتمنى ان احنا نكمل في مشوارنا ان شاء الله. دور الجمهور مطلوب جدا، يمكن خلاص من معلومات معرفنا ان شاء الله باذن الله يكون من 9000 10000 يكونوا متواجدين. يا كابتن يوسف بتشوف الدعم والتكاتف ازاي مع جمهور النادي؟ حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وجمهور النادي الاهلي زي ما بقول دايما جمهوره حماه، فلازم نبقى احنا متواجدين والجمهور يبقى بنفرحه على طول، وان شاء الله اللي جاي يبقى ازيك كمان ان شاء الله. انا كابتن يوسف انا عارف ان في المباراه هيكون وقت المباراه بتاعت شبيبه اللي هيكون مباراه ثانيه، انا عارف التركيز في المباراه دي، لكن هل هيكون في تحضير للمباراه دي سريعا يا كابتن يوسف؟ لا كل تركيزنا حاليا في مباراه فيتا كلوب، وبعد كده نبدا ننقل على المرحله اللي بعدها ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي. زي طبعا ما اكدنا وقلنا يمكن الظروف هنا ان شاء الله كلها تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. اختتم بالفعل النادي الاهلي تدريبه الاخير على استاد برج العرب بحضور جميع اللاعبين. حسين الشحات متواجد، ياسر ابراهيم متواجد، رمضان صبحي متواجد، اللي بالفعل يتأيدوا في القائمه الافريقيه باذن الله يكون ليهم دور في التشكيل. دور الجمهور مطلوب، بندعم وبنساند جمهور النادي الاهلي، ومطلوب من جمهور النادي الاهلي ان هو يساند فريق النادي الاهلي باذن الله. استاد برج العرب يتزين بجمهور النادي الاهلي، وباذن الله ايضا تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. انا بشكرك يا كريم طبعا على النهارده. كريم هيبقى معانا طول الوقت، يعني ان شاء الله اي حاجه هتحصل في الاستاد هيقول لنا عليها ماذا يحدث في ملعب المباراه. خلونا ناخد الجرافيك بتاع المباراه النهارده وهنقول لحضراتكم. طبعا اول حاجه عايزين نتكلم فيها ان المباراه ستكون ما بين او مباراه اليوم ستكون ما بين النادي الاهلي وفيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا 2019 دوري المجموعات. ارقام النادي الاهلي في بطولات افريقيا للانديه، النادي الاهلي لعب 344 مباراه، فاز في 173، تعادل في 92 مباراه، هزم في 79 مباراه، له 511 هدف عليه 265 هدف. أما أرقام النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، لعب 264 مباراة، فاز في 130، تعادل في 76، هزم في 58، له 398 هدف وعليه 207 هدف. أما تاريخ النادي الأهلي في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لعب 90 مباراة في دوري المجموعات، فاز في 41، تعادل في 28، هزم في 21 مباراة، له 125 هدف عليه 92 هدف. الأهلي لعب في دوري المجموعات 15 مرة، صعد المرحلة التالية 10 مرات، ولم يصعد للمرحلة التالية 5 مرات فقط. هداف النادي الاهلي عبر تاريخ البطولات الافريقيه بدات طبعا باسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، 37 هدف،
ابو تريكه واحد من اساطير النادي الاهلي ايضا 32 هدف، متعب ايضا واحد من اساطير النادي الاهلي 28 هدف، فلافيو وحسام كابتن حسام حسن وكابتن محمد بركات وكابتن وليد سليمان وكابتن ايمن شوقي والنجم الكبير طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب، كابتن علاء ميهوب وكابتن علاء ابراهيم وعبد الله السعيد وخالد بيبو واسامه حسني اللي هيكون ضيفنا النهارده وعمرو جمال ووليد ازارو، دول هدافوا النادي الاهلي عبر تاريخه في البطولات الافريقيه. اما لاعبين احرزوا اهداف افريقيه في قائمه النادي الاهلي النهارده زي ما حضراتكم شايفين عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين، وليد ازارو، وليد سليمان، احمد فتحي، علي معلول، اسلام محارب، صلاح سليمان، مروان محسن، سليف كوليبالي، نجيب، عمرو السليه، ناصر ماهر، رمضان صبحي، طبعا صلاح محسن. بالمناسبه بس خلينا مع الموضوع ده شويه، النهارده المباراه الاخيره لسليف كوليبالي. سليف كوليبالي اعطى مجهود كبير خلال الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي، والحقيقه كل التقدير لهذا اللاعب المحترم اللاعب المحترم الحقيقه سليف كوليبالي، واحد من اللاعبين المحترمين اللي خلال الفتره اللي فاتت ما شفناش منه اي حاجه وحشه، اعطى للنادي الاهلي الكثير. نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه في اي مكان هيكون متواجد فيه. نرجع مره ثانيه لمباريات النادي الاهلي مع الانديه الكونغوليه. لعب النادي الاهلي مع فريق واحد من الكونغو الديمقراطيه اللي هو مازيمبي، لعب أربع مباريات، فاز في 2، تعادل في مباراة، هزم في مباراة وحيدة، له من الأهداف 3 أهداف، عليه 3 أهداف أيضا. أما موقف النادي الأهلي في الدوري مقارنة بموقف فيتا كلاب في الدوري، النادي الأهلي لعب 14 مباراة في الدوري، فيتا كلاب لعب 11 مباراة. النادي الأهلي فاز في 8، فيتا كلاب فاز في 9 مباريات. النادي الاهلي تعادل في 3، فيتا كلوب تعادل في مباراه وحيده، النادي الاهلي خسر في 3 مباريات، اما نادي فيتا كلوب خسر في مباراه وحيده. النادي الاهلي له 20 هدف، فيتا له 22 هدف. النادي الاهلي عليه 11 هدف، فيتا عليه 6 اهداف. النقاط، النادي الاهلي عنده 27 نقطه، اما فيتا كلوب فعنده 28 نقطه. ترتيب النادي الاهلي في المركز الثالث، اما نادي فيتا كلوب ففي المركز الثاني. اما مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه 2019 في دور ال 32، النادي الاهلي فاز على جيما ابا جيفار بهدفين مقابل لا شيء، ناصر ماهر ومروان محسن، وهزم في لقاء العوده في اثيوبيا من جيما ابا جيفار بهدف مقابل لا شيء. اما مشوار فيتا كلوب في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32، فيتا فاز على بانتو برباعيه مقابل هدف وحيد، اما في لقاء بانتو ليسوتو طبعا، اما في لقاء العوده بانتو من ليسوتو فاز او تعادل مع فيتا كلوب بهدف لكل فريق. قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، ثلاثي حراسه المرمى شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، اما خط الدفاع سليف كوليبالي، ايمن اشرف، محمد هاني، كريم ندفد، علي معلول، ياسر ابراهيم، اما خط الوسط هشام محمد، عمرو السليه، احمد حمودي، محمد شريف، اسلام محارب، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، وليد سليمان، ويبقى في خط الهجوم مروان محسن والمدير الفني مارتن لاسارتي. اما حكام مباريات او مباراه اليوم، حكما للساحه صادق السلمي من تونس، واثنين حكام مساعدين، انور هميله من تونس ايضا، والليبي عطيه من تونس ايضا. هو اسمه الليبي عطيه، هو اسمه عطيه الساعد، فهو من تونس عموما يعني. طيب، دي كانت او ده كان يعني جرافيك كده بنحاول نلم لحضراتكم كل ما يخص مباراة اليوم النادي الأهلي أمام فيتا كلوب في هذه المباراة. خلينا بقى قبل ما نرجع نكمل بقية حلقتنا النهاردة، زي ما قلت لحضراتكم أو دايما بقول لحضراتكم أن أنا بتشرف الحقيقة بأن أنا بكون دائما موجود في وجود ثلاثي من النجوم الكبار اللي هيكونوا متواجدين النهاردة، نجم الكبير كابتن ماهر همام الحقيقة، وواحد من أهم وأفضل المدافعين في مصر والنادي الأهلي خلال الفترات السابقة،
ايضا اثنين من النجوم الكبار ولكن في الجيل اللي فات على طول، النجم الكبير الكابتن احمد بلال والنجم الكبير الكابتن اسامه حسني، ان شاء الله هيكونوا معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقه لتحليل هذه المباراه ونشوف ايه اللي هيحصل من وجهه نظرهم طبعا كلاعيبه كبار موجودين في مصر وفي النادي الاهلي. خلينا نروح بقى لكريم احمد نعرف ماذا يحدث في ملعب المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم، نروح نشوف كريم احمد هيقول لنا ايه. كل التحية ليك كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. الاهلي على موعد في مباراه هامه ومرتقبه، الاهلي وفيتا كلاب الكونغولي، اولى مباريات دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. جمهور النادي الاهلي توافد بشكل كبير جدا على استاد برج العرب منتظرينه بشكل كبير يا كابتن اسلام. الجمهور يعود الى المدرجات النهارده ان شاء الله باذن الله تكون بدايه لجمهور النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي، الامور بتبقى مختلفه بشكل كبير جدا. اما بيحضر جمهور النادي الاهلي والمؤازره والدعم الكبير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بيكونوا بلغه الكره في التوب فورم فنيا وكرويا، بيبذل كل لاعب داخل المستطيل الارضي كل ما في وسعه لاسعاد هذا الجمهور اللي بيتمنى النهارده ان شاء الله كالعاده وكعادة جمهور النادي الاهلي الهتاف للاعبين، الهتاف للجهاز الفني، الهتاف ايضا كمان لكيان النادي الاهلي فقط دون الخروج عن النص النهارده ان شاء الله تكون رساله للجميع. باكد كمان على دور مجلس اداره النادي الاهلي مع وزاره الداخليه مع القوات المسلحه، كان في تنسيق كبير جدا خلال الايام الماضيه والتعاون الكبير اللي احنا بنشوفه مع دخول الجماهير وحاله يمكن السهوله اللي بيدخل فيها جمهور النادي الاهلي، اجتماعات كانت تنسيقيه وامنيه خلال الايام الماضيه. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، العميد علاء صلاح الدين مدير الامن، دور كبير جدا لراحه الجمهور 10,000 مشجع، عدد مش كبير يا كابتن اسلام، لكن بنتمنى ان شاء الله خلال الايام القادمه في بطوله الدوري العام في البطوله الافريقيه العدد يزيد. النهارده ان شاء الله بنراهن على التزام جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مش محتاج مننا اي رسائل كالعاده يكون خلف فريق النادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه ان شاء الله النهارده دور الجمهور مع الفنيات داخل المستطيل الاخضر باذن الله كل هذه الامور تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. محاضره فنيه اخيره يا كابتن اسلام هنا في فندق الاقامه مباشره دقائق ويمكن هنتحرك ان شاء الله على استاد برج العرب. ارجع معاك سريعا للجمهور، بدا فعلا دخول جمهور النادي الاهلي في تمام الساعه الثالثه، الساعه 7 ان شاء الله هيتم غلق البوابات. اكد كمان على دخول الجماهير، طبعا حابين ان احنا نقول يمكن الاولى شمال والمقصوره من بوابه 3 لكن الدرجه الثانيه هتكون من بوابه 7. لو بنرجع كمان لكواليس واخبار فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه، حاله تركيز كبيره جدا يا كابتن اسلام بنلمسها هنا في فندق الاقامه، مستر مارتن كابتن سيد عبد الحفيظ اللي شغال بشكل كبير جدا على الدوافع، خلق دوافع جديده، بيتكلم على الجانب النفسي بشكل كبير مع اللاعبين. عدد يمكن داخل لنا من الصفقات النهارده بينضم رمضان وحسين الشحات وياسر ابراهيم، الثلاثه يمكن ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين النهارده سواء على دكه البدلاء او في التشكيل الاساسي لهذه المباراه. كالعاده كابتن اسلام ان شاء الله هنكون معاكم مع ملعب الاهلي وقناه النادي الأهلي. كواليس واخبار النادي الاهلي فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. انا بشكرك جدا يا كريم، زي ما قلت لحضراتكم ان طاقم التحكيم في هذه المباراه النهارده التونسي صادق السلمي والتونسي انور حميله والليبي عطيه مساعد، هو اسمه كده مش دعوه. صادق السلمي بالمناسبه ادار مباراتين للنادي الاهلي منهم جيما أبا جيفارا الإثيوبي في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا في القاهرة والتي انتهت لصالح النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. أما المباراة الثانية فكانت أمام الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ 16 بالبطولة العربية والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق. أدار أيضا عدة لقاءات للأندية المصرية، لقاء المصري ونهضة بركان المغربي في بطولة الكونفدرالية، مباراة بيراميدز والمقاولون في الجولة السابعة بمسابقة الدوري، مباراة منتخب مصر والمغرب في تصفيات إفريقيا للمحليين. وبدأ السلمي مشواره مع التحكيم عام 2001 وتم قيده بالقائمة الدولية عام 2016، وأدار السلمي نهائي كأس تونس بين الأفريقي التونسي واتحاد قردان 2016، كما أدار العديد من اللقاءات الهامة في الدوري التونسي. هنطلع نشوف تقرير عن حكم المباراة أو عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. ده كان تقرير عن حكم المباراة ومن الواضح أنه إن شاء الله ستكون مباراة جيدة، نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. الحقيقة وأنا
على صفحتنا الرسميه على قناه النادي الاهلي. الحقيقه ناس كتير متوقعه فوز النادي الاهلي النهارده. انا عايز اقرا برضو لحضراتكم بعض التعليقات اللي حضراتكم كاتبينها، تعليقات كثيره جدا الحقيقه. ان شاء الله 3-0، ده احمد سيد بيقول ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي. مروان الشحات ووليد سليمان، محمد سعيد بيقول 3-0 للاهلي باذن الله، وليد ومروان ومعلول. ماشي. محمود به العمده بيقول 3، وواضح ان النهارده في ترند اسمه 3. نتمنى طبعا كل التوفيق ان شاء الله النهارده لكل ابطالنا اللي موجودين في الملعب. عماد الزناتي بيقول 3-0 للاهلي ان شاء الله، حسين ورمضان وايمن اشرف، ممكن في كورنر ولا حاجه او شوطه ممكن. عمر محمد لطفي بيقول 4-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. خالد رضا بيقول 2-1 للنادي الاهلي ان شاء الله، 3-3 لنادي القرن، ده من محمد عز الدين. واحمد حسن بيقول 1-0، واحمد محمد الباز بيقول 3-1. واضح ان في اجماع يعني النهارده على 3 اهداف، ومن الواضح ان وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، ده طبعا توقع حضراتكم، ابعتوا لي انا هقرا لحضراتكم اللي انتم كاتبينه اكتر في الفقره الثانيه. ندى خالد بتقول 2-0 للاهلي ان شاء الله. محمود احمد بيقول 3-0 يا رب. 3-1 احمد سعودي، ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 ده. حسام صلاح، انا ببص كل شويه كل الناس كاتبه 3، يعني 3-0 3-1، فانا بعدي الثلاثات. او واحد قايل 1-0. عبد الله نبيل بيقول 1-0 لصالح النادي الاهلي. عايز بقى حضراتكم لما تيجوا تبعتوا لنا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، زي ما قلت لحضراتكم هيكون معايا 3 من النجوم الكبار، كابتن ماهر همام، الكابتن احمد بلال، الكابتن اسامه حسني. ابعتوا لي قولوا لي مين اللي هيجيب الاجوان كمان من وجهه نظركم، او اللي انتم عايزينه طبعا يجيب الاهداف. ايضا محمد بندق بيقول 3-0 للنادي الاهلي. هامو ايهاب بيقول 0-0. ابو احمد بيقول 3-0. يعني بعتوا لي اكتر علشان هقرا النهارده حضراتكم كاتبين ايه وتتوقعوا ايه في هذه المباراه. كل التوفيق لصالح النهارده ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه. 3 نقاط هامه جدا 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 في بدايه المشوار الافريقي، زي ما حضراتكم شفتوا الاستعدادات على اشدها لاستقبال ال 10,000 متفرج. ان شاء الله هيكونوا متواجدين. كريم طمنا وقال لنا ان احنا هيبقى عندنا مجموعه كبيره من الجمهور ان شاء الله هيكونوا في الاستاد. زي ما قلت لحضراتكم الالتزام التام بمبادئ السلوك، بمعنى ان حضراتكم كجمهور مش عايزين نتحرم منكم خلال الفتره اللي جايه، فمن فضلكم الالتزام بالتشجيع المثالي للفريق، الالتزام بالتشجيع المثالي للفريق. انتوا كل ما هتعملوا كده كل ما هنلاقي بدل ما يبقى 10,000 الامن هيخليهم 15,000، بعد كده 20,000، بعد كده الاستاد بالكامل، ويعود جمهور النادي الاهلي لمكانه الطبيعي، علشان نشوف بقى، علشان نشوف الفرقه دي محتاجه حضراتكم دايما. ودايما بقول لحضراتكم ان انتوا الاساس في كل شيء، والله ما كلام، والله ما كلام، عشان انا في هنا او واقف على شاشه او الكلام ده كله ابدا. الكلام ده هو الكلام الحقيقي. احنا وهسال الكابتن ماهر همام وهسال الكابتن احمد بلال وهسال الكابتن اسامه حسني، الثلاثه كانوا نجوم كبار وشافوا قد ايه ان دور حضراتكم بيكون هو الدور المؤثر ايجابيا مع فريق النادي الاهلي. اخر تقرير هيكون معانا، وبعد كده هنستقبل نجومنا في ملعب الاهلي النهارده. هنشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي توقعاته ايه لهذه المباراه، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل 3 من النجوم الكبار، كابتن الكبير الكابتن ماهر همام، الكابتن الكبير الكابتن احمد بلال، الكابتن الكبير كابتن اسامه حسني، بعد التقرير والفاصل. I
اي مكسب في المرحله ديت مش لازم تكسب 10، طبعا كل ما تكسب اكتر يبقى الدنيا افضل، انما اي مكسب في هذه المرحله محتاجين نكسب، لان احنا يعني نتعود تاني ان احنا بنكسب ورجلينا في الارض ورجلينا في الملعب. احنا عندنا ماتش فيتا وبعد كده عندنا ماتش بطل الجزائر، ان شاء الله لو كسبنا الماتشين دولت وكسبنا الماتش التالت اللي هو في ارضنا انت كده ضمنت ان انت تصعد، بتفكر بعد كده ان انت تبقى اول مجموعه عشان تقابل فريق سهل، ان شاء الله نكسب 2-3-0 باذن الله سهل باذن الله. والله انا يعني اتوقع ان شاء الله ان الاهلي يعني هيأدي تاديه جيده، يعني تلقى تدريب كويس الفتره اللي فاتت، وان شاء الله نتوقع ان في مكسب يعني باذن الله. ان شاء الله هنكسب ان شاء الله بالصفقات الجديده دي والتدعيمات اللي حصلت في الفريق، في مجهود بصراحه مبذول من اداره التعاقدات ومن اداره النادي، يعني ان شاء الله متفائلين بالمدير الفني الجديد ده وحسين الشحات والتدعيمات. صراحه بصراحه حزين على محمد محمود ده، خسرناه بصراحه، بس يعني ان شاء الله متفائلين خير ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيسترجع نفسه وهيشوف الملعب، والكابتن المدرب بتاعنا هيشوف اللعيبه كويس جدا وهيدرسهم كويس، وان شاء الله رب العالمين يأدي اداء طيب يرضينا ويرضي كل جماهير الاهلي، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله رب العالمين. يعني صعب ده، اولا لعب نهائي الكونفدراليه السنه اللي فاتت، يعني مستوياته كويسه، فريق اجريسيف جدا، الهجمه المرتده بتاعته سريعه جدا. ايه تاني؟ يعني ده اللي انا شايفه، فريق الماتش صعب مش سهل، بس الاهلي ان شاء الله الاهلي ان شاء الله بتدعمات وهيبقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب، واحنا واثقين في النادي الاهلي، هي بس محنه بسيطه موجوده ومش هنسميها محنه برضو، يعني احنا بناخد الدوري 10 سنين وبنسيبه مره، لكن ان شاء الله هنكسب، وهنكسب 2-0 او 3-0 ان شاء الله. والله ان شاء الله اتمنى ان الاهلي يعني يتحسن بصراحه احسن من كده، ويحبى بقى في استقرار، علشان احنا خلاص يعني واصلين ان احنا نفسنا الاهلي يرجع لامجاده تاني. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم من ملعب الاهلي. النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ اسلام، شرفنا ومنورنا، ان شاء الله بالتوفيق النهارده. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ايضا احد نجوم النادي الاهلي ونجم مصر والنادي الاهلي السابق كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ ازيك يا اسلام، شرف ومنور. يخليك يا رب، بنستمتع بيك دايما. يخليك يا رب، ربنا يخليك. ايضا واحد من نجوم مصر و نادي الاهلي السابقين النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك كابتن اسامه؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، سعيد طبعا موجود مع كابتن ماهر ومعاكم مع كابتن بلال. اتمنى ان شاء الله يكون يعني اهلاوي يا رب اهلاوي النهارده ان شاء الله نقدر نحتفل بقى بعد المباراه، او يعني مش نحتفل، ده طبيعي. تعالى كابتن ماهر، يعني طبعاً مش عايزين نبقى بنتكلم بغرور ولا بحاجه، ولكن في نفس الوقت ان الطبيعي ان انت تكسب ثلاث نقاط مهمه في بدايه مشوار البطوله. يعني ان شاء الله النهارده ربنا يوفقنا باذن الله ونكسب ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا في بدايه المشوار الافريقي، خصوصا ان احنا معانا نجمين كبار، يعني واحد هداف 2002 و2004 واسامه يمكن كمان. بس بقول لك ايه، هو سعيد ما كتبش اسمه، ما اتكتبش اسمه النهارده في قائمه الهدافين. اللي بالك يا محمود سعيد. مشكله محمود ده، محمود سعيد واسامه كمان من الهدافين اللي سجلوا يمكن 12 هدف. كنا محتاجين يعني ان شاء الله محتاجين هم الاثنين وجودهم النهارده كمساعده هجوميه لمروان محسن طبعا. لكن ان شاء الله يعني الخير في اللعيبه اللي موجوده. والنهارده كابتن اسلام زي ما انت قلت في بدايه الحلقه مهمه قوي جمهور النادي الاهلي طبعا، يعني جمهورنا الواعي المثقف اللي طول عمره بيساند النادي الاهلي في معظم بطولاته، وجوده النهارده بشكل ايجابي محتاجينه بقالنا فتره. الجماهير النادي الاهلي هي اللي بتدينا الحافز، هي اللي بتدينا الاحساس، هي اللي بتدينا النشاط، الدوافع الحيويه، بتسندنا من اول المباراه لنهايه المباراه. فالنهارده انا شايف ان وجود الجمهور هيفرق معانا بشكل كبير جدا في الجوانب الفنيه اللي احنا هنتكلم عليها باذن الله ان شاء الله خلال مشوارنا. يعني كابتن بلال، دور الجمهور، ويعني الناس ممكن تكون متخيله وانا واقف بتكلم ان يعني ايه، ان انا بزود الدنيا شويه وان انا بعمل الدنيا شويه. حضرتك كنت واحد من الناس اللي كانت لا تتالق الا في وجود جمهور، احكي لنا هل الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام طبيعي ولا مش طبيعي ولا ايه بالظبط؟ شوف، انا سمعتك وانت بتتكلم عن الجمهور وازاي بقى ايجابي بالنسبه للعيبه داخل الملعب. نعم. يعني احنا تعودنا دايما من جمهور النادي الاهلي، واعظم جمهور من وجهه نظري يعني في العالم كله، دايما مساند في الازمات، تلاقيه موجود معاك بيشجعك. أيوه.
في المحن تلاقيه برضو موجود معاك ومشجعك. هو فعلا رقم واحد او هو اللعيب رقم واحد طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. كان الجمهور الطبيعي انه يكون له اجابات اكتر من سلبيات، ده وضع طبيعي جدا. ما يعملش ستريس على اللعيبه، ما يعملش ضغط على اللعيبه. الجمهور راح الاستاد عشان يشجع فرقته بس، عشان يشجع النادي الاهلي، عشان يؤازر من فرقته. انت خد بالك احنا بنتساوى مع بعض الفرق خصوصا في الاوقات دي. طبعا انا قصدي اقول لك يعني بالظبط خصوصا في الاوقات دي احنا بنتساوى احيانا مع بعض الفرق عشان جمهورنا مش موجود داخل الملعب، بيبقى الكفه متساويه في بعض الاحيان. نعم. لكن وجود النادي الاهلي بيخلي الكفه مختلفه تماما. لما حتى كمان انت تفتكر يا استاذ الجمهور طبعا لما كنا بنلعب في استاد القاهره والاستاد مليان ال 80,000 ولا 90,000 سلام، انت خد بالك الدنيا كلها يعني خد بالك انت بتتكلم في اجواء مختلفه خالص. سلام. الفرق بتيجي مغلوبه قبل ما بتبتدي الماتش. والله يا جماعه ده كلام بجد، احنا اصل النجوم اللي قاعدين قدام حضراتكم دول شافوا الكلام ده في ارض على ارض الواقع، يعني مش كلام وخلاص، مش مجرد كلام بنقوله وخلاص، لكن دي حقائق وحصلت. ويعني انا من وقت ما ابتديت في النادي الاهلي يا كابتن ماهر لما في 2010 او 2011 مشيت، يعني اتذكر المباراه الوحيده اللي لعبت فيها بدون جمهور كانت مباراه امام الكروم سنه 2004، كان في عقوبه على النادي الاهلي او حاجه عدم دخول الجمهور، فهي دي المباراه الوحيده من وقت ما ابتديت لما مشيت من النادي الاهلي، فهي دي المباراه الوحيده. طبعا دور الجمهور دور مهم جدا خاصه كمان في المباريات الافريقيه، دور الجمهور مهم. بس انا برضو يعني احنا في ظهر نوعين من الجماهير، الجماهير اللي بتبقى موجوده في الاستاد اللي بتساند فرقتها وبتشجع وبتآزر، وظهر نوع تاني هو بقى اللي قاعد على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كابتن ماهر كابتن بلال كابتن اسلام بيبقى فيه يعني حملات، وفي حملات طبعاً مدفوعه الاجر والثمن علشان توجه الجمهور ناحيه اتجاه تاني. لا صح. لازم جمهور النادي الاهلي يبقى واعي دايما، لازم دايما يعني يكون سند لاداره النادي للاعيبه للجهاز الفني، ان دايما زي ما بلال بيقول عمر ما جمهور النادي الاهلي عامل ضغط، لا ده عامل مسانده وعامل دايما بيقف في ظهر الفريق. احنا مش عايزينهم يبقوا يعني، احنا محتاجين دايما الجمهور معانا يا كابتن، فمش عايزين حد يتلكك، واللي بيتلككوا كتير اليومين دول يعني. تمام. احنا مش عايزين حد يتلكك، احنا مش عايزين حد يقول لك اصل ايه مش عارف عملوا ايه في ايه، ولا احنا مش عايزين حد كده، احنا عايزينكم دايما معانا، عايزين الجمهور ده دايما واقف في ظهر الفريق ودايما احسن من الفنيات واحسن من نتكلم على كل ده هنتكلم فيه، ولكن الجمهور هو الاساس وهم اللي دايما بيبقوا عندهم او هم اللي بيدونا او بيدوا اللعيبه يعني الدافع ان هم يبقوا احسن. اللي بيلعب 100% بيبقى 200% لما بيبقى فيه جمهور. زي ما قلت يا اسلام، واحنا يمكن اتكلمنا احنا الثلاثه قلنا من واقع خبراتنا مع جمهورنا، جمهور النادي الاهلي هو صاحب الفضل يعني ربنا ثم جمهور النادي الاهلي في معظم بطولات اللي انت ذكرتها، بطولات النادي الاهلي اذا كانت قاريه او افريقيه او محليه او عربيه، فجمهور النادي الاهلي طول عمره واعي ومثقف وفاهم. اسامه يمكن طرق نقطه مهمه جدا، ان النوعين من الجماهير احنا محتاجين الاثنين بقى يخشوا النهارده ايدين واحده. نعم. محتاجين الاثنين النهارده يساندوا بشكل كبير جدا، محتاجين التشجيع المثالي يا كابتن، ده الاهم يعني. تمام. احنا شفنا يمكن سمير كان بيجيب لقطات من جماهير النادي الاهلي لما بالاستاد مليان، تلاقي الشعارات بتاعه الدوافع لجمهور النادي الاهلي اللي بيدفع فيها اللعيبه على الحماس وعلى التضحيه وعلى وبعدين حتى الدخلات اللي كانوا بيعملوها، يعني احنا اتعودنا على الجماهير ديت بدخلات عالميه اول مره نشوفها في تاريخ الكره المصريه، الوان النادي الاهلي الاحمر حتى اللاعبين النداءات اللي من خلال كابتن. احنا كنا بنستنى كنا بنعرف اللعيب ده كويس ولا يعني، انا مثلا كنت بنزل ببقى الماتش اللي بعده مش ما بعرفش يوم الماتش، انا عايز اعرف اذا كنت انا اسامه حسني مثلا احسن لاعب في الملعب، يعرف ازاي الماتش اللي بعده لما ينزل يجي يسخن في مع الفرقه بيندهوا عليه اول اسم بالظبط، فيعرف ان هو ايه بالظبط ان هو الماتش اللي فات كان كويس فدايما ليهم حاجات كده بتخلينا كنا دايما واحنا كلاعيبه نطلع بره اي حاجه في الدنيا بصراحه يعني. حتى كمان يا اسلام في نهايه المباراه تبص تلاقي بينادوا اسامه بينادوا على بلال، حتى الراجل اللي بيغير بين الشوطين بينادوا عليه بيدوا له تحيه خاصه. فجمهور النادي الاهلي كابتن ماهر احنا بنخسر بطوله كابتن اسامه، كنا واحنا بتخسر بطوله في الملعب بتخسر مباراه الجمهور كان بيناديك برضه في المباراه، عارف انك انت ما قصرتش، عارف عملت اللي عليك، لكن ممكن ما يكونش فيه التوفيق في اليوم دوت. صح. خلي بالك انا يعني كان الكابتن سيد حفيظ موجود قبلك يا كابتن اسلام، وكنا موجودين معاه في البطوله اللي فاتت. نعم. كنا دايما راصدين حركات الجمهور وخاصه في مباراه النهائيه مباراه الترجي. نعم. كان الجمهور وخاصه في اسكندريه شفنا لقطات صراحه، ولد رجليه مكسوره قاعد مستني علشان ياخد تذكره النهلي امام بوابه نادي استاد اسكندريه، ولد قاعد في المدرج في مباراه النهائيه
ماسك الملزمه بتاعته وقاعد بيذاكر. فقلت له يا ريت كل اللقطات دي تتجمع دايما تبقى في اوضه اللبس. صح. لا في اوضه اللبس او في الفيديو عشان اللعيبه دايما تعرف دور الجمهور. ما هو ده الدوافع اللي انا لازم اخلقها للعيبه. نعم. لما اشوف جماهيري بالشكل ده، واحد رجليه مكسوره قاعد مستني التذكره عشان المباراه، ولد يعني بيأجل المذاكره او بيذاكر في الاستاد علشان يتفرج على مباراه الاهلي عشان يبقى قاعد في مكانه بدري ويشجع الجمهور. خد بالك، وفي نقطتين مهمين جدا يا اسلام في الملعب. الابداع، انت كلاعب، انت كلاعب لو اللاعب اللي عنده مهاره دايما بيحب دايما يلعب تحت في ظل وجود الجمهور عشان الابداع بتاعه. المهارات الفرديه بتظهر، يعني لعيبه كتيره جدا ما تعرفش. انت كمان خد بالك لما بيبقى عندك مهاره فرديه بتظهرها في مباريات من غير جمهور، خد بالك ما يعني الكلام ده ما بيبقاش له تاثير يعني كبير عليك انت كلاعب. لكن لو النهارده في وجود جمهور وانت بترقص ترقيصه، بتبقى عايز ترقص الثانيه وبعديها عايز ترقصها، عارف الدافع بيزيد عندك يا اسامه، الابداع بيزيد عندك بشكل كبير. كمان الروح اللي موجوده، انت في اوقات كتيره جدا بتبقى الفتنس خلاص خلص، الجمهور لما بينادي عليك وبيشجعك بيخلي بالظبط بيخليك تطلع المخزون اللي موجود عندك، بيخلي السبيريت اعلى بكتير. هقول لك قبل زمان كده كنا في الماتشات اللي هي الدوليه كنا بنستعد بالكابتن شاذ الله يرحمه، الكابتن علي ابو جريشه لو تفتكروا شويه طبعا طبعا صغيرين يعني، كابتن حمدي نوح. فمن خلال التدريبات كان بيبقى في 5000 متفرج يعني تدريب بس. اللي هنلعب مثلا كوزموس مثلا الامريكي، او هنلعب مثلا ريال مدريد، او فكان زمان النادي الاهلي بيستعين ببعض النجوم، سانتوس البرازيلي لما بليه اول مره. فكانت بتبقى كانت فعلا في حاله من الحب والود ما بين الجميع، وسببها الجمهور. بالظبط، النجوم دول يا اسلام وهم بيتمرنوا. كابتن علي ابو جريشه قال لك انا لو بلعب مع النادي الاهلي بالجماهير دي هبقى احسن لعيب مثلا يمكن في العالم او في افريقيا. فانت الجمهور في التمرين كمان بيعمل حاجات جنونيه. ربنا يديله الصحه كابتن علي ابو جريشه. خلينا نعرف برضو اجواء المباراه وماذا يحدث في ملعب المباراه من كريم احمد معانا على التليفون. كريم ازيك؟ كابتن اسلام بجد التحيه ليك براحه، كابتن ماهر همام، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. اجواء رائعه جدا هنا كابتن اسلام الحقيقه في استاد برج العرب، رغم يمكن بروده الجو، والجو يمكن جدا هنا في استاد برج العرب، لكن جمهور النادي الاهلي الحقيقه حابين نشيد بيه على تواجدهم. اكدنا وقلنا طبعا على المسانده والدعم لابد من جمهور النادي الاهلي. التزام كبير يا كابتن اسلام لكل الجماهير، التزمت بالتعليمات، يمكن كان في بعض التعليمات الامنيه بعدم دخول اعلام غير النادي الاهلي، عدم الهتافات طبعا مركزين عليها ومنبهين عليها بشكل كبير، الازايز، الحاجات طبعا كلها الامنيه دي بالفعل وبالتاكيد مع التعاون الكبير من امن النادي الاهلي وايضا وزاره الداخليه والقوات المسلحه، في تنسيق ثلاثي مع النادي الاهلي زي ما كتبنا. بالفعل جمهور النادي الاهلي سالنا هل كان في اي مضايقات في الدخول في الامور دي، الناس قالت الحقيقه يمكن من المرات القليله ان احنا بندخل ما بقاش في اي يمكن التفتيش كالعاده، طبعا ده بيبقى مطلوب، ده موجود في العالم كله التفتيش. نعم بالظبط يا كابتن اسلام، يمكن بالفعل بناكد يمكن الجميع ملتزم من جمهور النادي الاهلي، وصل للنادي الاهلي وبطل فريق وديته كلوب بعد الاجتماع الامني او الاجتماع الفني اللي كان ساعه ونص قبل ان شاء الله يكون المباراه تواجده بالفعل. طبعا دي صور من المباراه، معلش يا كريم عشان احنا معانا صور من المباراه وانت بتتكلم يعني، بس انا بشرح للناس وانت بتتكلم، دي معانا صور من داخل ملعب المباراه، اتفضل يا كريم. بالظبط يا كابتن اسلام، زي ما بقول لك الصوره رائعه جدا هنا في الاستاد برج العرب، ترتيب كان كبير. لابس كام جاكيت فوق بعض يا كريم؟ قول لي الجو ساقع، لابس كام جاكيت فوق بعض؟ لا والله يا كابتن اسلام يعني الحمد لله قدرنا ان احنا حاول كده ان طبعا بيعرف الاعلاميين فوق مكان الاعلاميين مرتفع بشكل كبير جدا، لكن ارضيه الملعب طبعا اللعيبه بتبقى متواجده في ارضيه الملعب مختلف بشكل كبير. لكن والله يا كابتن اسلام بالفعل الحاله هنا يمكن الواحد سعيد جدا ان انا بشوف جمهور النادي الاهلي من جديد، مرحله مهمه ومرحله مليئه بالتحديات والصعوبات والغيابات. دور الجمهور ان شاء الله النهارده يكون كبير، النادي الاهلي مركز النهارده، الصفقات متواجده في الشحات ان شاء الله تكون موفق، رمضان باذن الله كاولى مباريات الافريقيه باذن الله ان شاء الله، كل لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد. في اللحظات اللي انا بكلمك فيها يمكن الشناوي مع هتاف جمهور النادي الاهلي بينزل الى ارض الملعب بينول التحيه طبعا بين الجمهور ان شاء الله كابتن اسلام باذن الله. بعد المباراه تبقى لينا فرحه، النادي الاهلي يستريح، النتيجه للبدايه كمان في البطوله الافريقيه تكون موفقه لينا كابتن اسلام، وباذن الله بعد المباراه كالعاده نكون معاك ولحظه بلحظه لقاءاتنا نكون مع الجهاز الفني وايضا كمان ان شاء الله. ولكن لو في اي حاجه حصلت احنا عايزينك تبقى معانا برضو يا كريم في اي وقت، اي حاجه بتحصل لازم تبلغنا بيها اول باول. طبعا عايزين نتكلم عن المباراه بقى شويه ونقول ان محمد الشناوي طبعا حارس المرمى كابتن ماهر النهارده، علي معلول ناحيه الشمال، محمد هاني ناحيه اليمين، سليف كوليبالي وايمن اشرف اثنين في ستوبرين، عمرو السوليه وهشام محمد ومروان محسن في الامام، ومن خلفه الثلاثي اللي من وجهه نظري هيكون هو اللي بيحرك اشياء كثيره في مباراه اليوم، رمضان صبحي، وليد سليمان،
حسين الشحات. قبل ما اعرف رايكم في المباراه خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع بقى نتكلم مع نجومنا عن رايهم في تشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه. اعرف راي حضرتك في هذا التشكيل، التشكيل اللي امام حضرتك، قلنا الشناوي، علي معلول، هاني، سليف، كوليبالي، ايمن اشرف، عمرو السوليه، هشام محمد، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات، مروان محسن. انا شايف ان التشكيله يعني اللي موجوده من خلال مباراتنا النهارده دي التشكيله الامثل لمستر لاسارتي مع الجهاز الفني، وهو خلال الفتره اللي فاتت ديت يا اسلام قدر ان هو بسرعه يعني يقدر يتعرف على اللعيبه، يعرف امكانياتهم، يعرف مستواهم. يمكن المباراتين اللي خاضهم بشكل رسمي اديته فكره عن اللعيبه. نعم. وامكانياتها الفنيه والبدنيه والتكتيكيه، وان هو كمان رؤيته اللي يمكن فيتا كلاب اختار التشكيله الامثل والخطه وطريقه اللعب لهذه المباراه. النهارده عندنا تقدر تقول ثبات التشكيل خلال المباراتين ساعدوه بشكل جيد. النهارده قدر ان هو يوصل للتوليفه اللي احنا شايفينها المناسبه، ويمكن انت حتى ذكرت يمكن الجزء الامامي اللي هو بيعتبر بالنسبه لنا القوه الضاربه. نعم. اللي تعمل فوارق في المباراه بالشكل ده. بالنسبه لخط الظهر يمكن محمد هاني وكلوبالي وايمن اشرف ومعلول، يمكن ناس تسال يمكن كلوبالي اخر مباراه ليه النهارده مع النادي الاهلي ازاي بيشارك، احنا كنا محتاجينه حتى المباراتين السابقتين قبل كده اسلام، وقلت لك يمكن كلوبالي عنده عنصر الطول بيجيد العاب الهواء، فرق معانا في المباراتين السابقتين. يمكن المباراه اللي فاتت كان موجود، اللي قبلها ما كانش موجود، اللي احنا خسرناها من بيراميدز، لكن النهارده كلوبالي محتاجينه في الحاجات اللي فيها الكورسات الاماميه ازاي يتعامل معاها. الناس بتقول مثلا الكورسات العرضيه، الناس تقول طب هو ماشي بكره يعني يلعب النهارده ليه؟ ما كان ممكن يستفيد حد تاني. ده الاحتراف يعني. يمكن احنا على ياسر ابراهيم مش عارفين ياسر حته انتقاله من نادي سموحه للنادي الاهلي خد وقت، كان في مشاكل معاه واخد بالك، لكن كلوبالي جاهز بشكل جيد بشكل وبعدين في تجانس بينه وبين ايمن اشرف، دي مهمه قوي في الحته اللي في قلب الدفاع طبعا. يعني مهم جدا يبقى في تجانس وتفاهم بينا ومن بعض، ازاي انا اقابل، ازاي انت بتغطي، ازاي انا بضغط الميلان التغطيه الرقابه. فموجود النهارده الرباعي بصراحه احنا شايفين يعني حضرتك مطمن من الناحيه الدفاعيه بشكل كبير، وده مهم النهارده كمان ما يجيش فينا يعني. النهارده الرباعي ده عنده خبرات اذا كانت محليه او افريقيه كلهم، وعوده معلول طبعا بصفه اساسيه عمل التوازن بشكل كبير جدا لهذا الخط. عندك السوليه وهشام محمد يعني من مباراه لمباراه واضح ان في انسجام وفي رؤيه. عايز تقول ايه؟ لا انا شايف ان هم محتاجين يطوروا اكتر، يعني يطوروا من طريقه لعبهم اكتر، السوليه وهشام محمد تحديدا، ان هو ده الرابط يا بلال ما بين يعني ما بين خط الوسط وخط الظهر، انا اسف، والنواحي الهجوميه. لما يبقى عندك السوليه وهشام محمد الاثنين بمستواهم الحقيقه يعني اعتقد ان الامور هتفرق كتير قوي. شوف انا هقول لك على حاجه اسلام، يمكن يعني برضو في نقطه مهمه جدا لازم برضو ان احنا نذكرها. انت بتتكلم في اثنين لعيبه شبه بعض تقريبا، اثنين لعيبه في اثنين ميدفيلدرز شبه بعض نفس طريقه اللعب، اثنين عندهم ميلان هجومي بشكل كبير. يعني السوليه قبل ما يجي النادي الاهلي في الاسماعيلي كان بيلعب اللعيب تقريبا رقم 10 مظبوط، هشام محمد برده كان بيلعب بيأدي نفس الدور في المقص برده قبل ما يجي النادي الاهلي. انت محتاج تعمل توازن في نص ملعب، محتاج واحد يبقى عنده الامكانيات الدفاعيه عاليه جدا، وواحد يبقى بيعمل المساعده والمسانده في الخط الهجوم. نعم. النهارده بتلعب برقم 10 وليد سليمان امكانياته كبيره، ولكن برده وليد من اللعيبه اللي بتحب الانطلاقه شويه، بتحب بيلعب على الخط، بيحب يبقى ما عندوش مساحات ضيقه، بيحب يبقى عنده مساحات كبيره، لكن انا هنتكلم على الاثنين اللي موجودين في نص ملعب. ممكن يكون الظروف بتاعه النادي الاهلي والاصابات حكمت عليك انك تلعب باثنين شبه بعض، يعني مش من الطبيعي انك تكون بتلعب بنفس الاثنين، حتى كمان وانت بتلعب بفرودين في 4 4 2 او ايا كان، لما يبقى عندك فرودين طبيعي يبقى واحد بيجيد الدور بتاع رقم 10 والثاني هو المان تارجت اللي بتشتغل عليه. فالنهارده انت الظروف بتاعه النادي الاهلي هي اللي مخليه الاثنين بيلعبوا جنب بعض، اثنين امكانياتهم كبيره، امكانياتهم عاليه، اثنين لعيبه كبار جدا، ولكن مش مع بعض. يعني واحد يلعب واحد يكون موجود على دكه البدلاء، هي دي الحته دي. يعني لما عاشور موجود اكيد هيبقى المفضله ما بين واحد والاثنين وعاشور يبقى موجود. عاشور هو اللي بيعمل حته التغطيه، هو اللي بيعمل حته الدفاع دي، هو اللي دايما بيدافع ورا الثلاثه او ورا الاربعه اللي بيلعبوا في نص ملعب، الثلاثه المهاجمين تحت الفرد وكمان اللعيب اللي جنبه في نص ملعب. فالنهارده عندك المشكله انك بعض الغيابات اضطرت المدير الفني يلعب بالشكل ده. يعني كنت بحبذ النهارده كريم نيدفيد يبقى موجود النهارده على حساب واحد من الاثنين، هشام محمد، عمرو السوليه، ممكن لعيب
قوي، لعيب سريع بيلعب في نص ملعب بشكل كويس، بيدافع بشكل كويس جدا. حته انه يلعب في حته كمان الباك رايت يا كابتن خلت عنده يعني ميزه انه بيعرف يدافع كويس قوي وبيعرف يقف كويس قوي. فالنهارده كان ممكن يبقى كريم نيدفيد يبقى الدور بتاعه كان ممكن يبقى افضل شويه من انك تلعب الاثنين هشام محمد او عمرو السولية. طيب هنكمل كلامنا في هذا الموضوع، ولكن خلينا ناخد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي من ارض الملعب برضو، نطمن على الاجراءات وكل الامور الخاصه الاداريه الخاصه بما يحدث في ملعب المباراه. سياده العميد ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الخير ازي حضرتك يا فندم، وتحياتي لضيوفك الكرام كلهم. الله يخليك. يعني اولا طمنا على الحاله في ملعب المباراه واخبار الجمهور ايه والالتزام وعدد الجمهور. لا الحمد لله طبعا الجمهور فيه اقبال الحمد لله، كان يعني فوق المتوقع رغم ظروف الجو والبرد اللي احنا فيه دوت برضه. ساعه الميعاد الساعه 9 كان الاختيار الاتحاد الافريقي هو اللي محدد الميعاد، ولكن طبعا الجمهور برضه رغم كل دوت بيتحدى الظروف وبيتحدى الجو وجاي ثاني فرقته في مشوار الافريقي، فان شاء الله باذن الله بالتوفيق يتم على خير. فريق الدريك وصل والفرقتين بيسخنوا، وطبعا برضه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره على راس اعضاء مجلس الاداره جايين يساندوا فرقتهم، فربنا يكرم ان شاء الله دعواتكم باذن الله. يعني سياده العميد الامور الاداريه هل فيها او التنظيميه جوه الملعب هل في اي حاجه بتحصل؟ هل حاجه كانت مضايقه الجمهور شويه ولا في تعاون؟ في تعاون مديريه امن اسكندريه وتعاون مع افراد امن النادي الاداري والزملاء اخواتنا اللي احنا برضو يعني ده سبب نجاحنا طبعا. العميد صلاح والعميد محمود حزين والعميد احمد النحاس كلهم متواجدين من بدري جدا، في تنسيق وتعاون بينهم كلهم وبين الجمهور كمان، وربنا يكرم بس يعدي الماتش على خير ان شاء الله باذن الله. ونتكلم بعد الماتش برضو عشان نبقى نتكلم في الجمهور، لان ترى وجود جمهورنا النهارده مهم جدا جدا، عشان كده احنا بنناشد جمهورنا ونشدنا جمهورنا امبارح والنهارده على مدار اليوم. خليك في المدرج، شجع فرقتك فقط، اقف في ظهر فرقتك، احنا محتاجينك في ظهر فرقتك. ولم يحدث اي خروج على النص اعتقد. ما تخرجش على النص، خلينا احنا الحمد لله النادي احنا قادرين اللي احنا بنتحرك وبندافع النادي الاهلي في كل الاتجاه بس طبقا للوائح وطبقا زي ما استسلم انت ابن النادي وعارف النادي الاهلي علمنا ان احنا دايما بنلجا للقانون بنلجا للوائح بنحافظ على اسم النادي الاهلي. الجمهور مكانه في المدرجات وانتم متهيألي لو انتم شايفين الجمهور الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك في على خير النهارده يبقى يوم جميل على النادي. فندم يعني اذا كان هناك من يستحق الشكر ايضا فمجلس الاداره يستحق الشكر بسبب تخفيضه لسعر التذكره في ظل هذه الظروف الصعبه، يعني عشان الناس تروح بقى اسكندريه والجو ساقعه وكذا وكذا وكذا، تخفيض التذكره اعتقد ان هو فرق كتير ايضا. هو مجلس الاداره طبعا هو يعني اخذ الاتجاه دوت عشان نشجع جماهيرنا، انت عارف طبعا مش هيبقى الجو والامتحانات والظروف الاقتصاديه، فلازم انت تساعد جمهورك اللي هو موجود، وفعلا الجمهور بيلبي النداء على طول. وفي اعضاء برضه جمعيه عموميه الحمد لله احنا وفرنا لهم وسيله انتقال، واللي تعبك اكثر في كبار السن وفي الاسر جايه عشان تشجع النادي الاهلي، وفي اطفال صغيرين رغم الجو اللي انت شايفه ده، هو ده النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي احنا يعني مستنيين منه كتير ومستني مننا احنا كمان الكتير، فربنا يكرم يا رب تعاون الفريق كله باذن الله، مجلس اداره، جمهور، اعضاء جمعيه عموميه، النادي الاهلي كله كيان واحد، مفيش حد يقدر يفرق النادي الاهلي ابدا، وكلنا حاجه واحده ان شاء الله باذن الله، والبركه فيكم، ليكم دور مهم جدا جدا في توعيه جماهيرنا ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا وان شاء الله نلتقي بعد المباراه وتكون ثلاث نقاط في حوزه النادي الاهلي ونطمن ان شاء الله على خروج الجمهور بقى من بعد المباراه من الملعب ونشوف الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه بشكل جيد. كابتن بلال كنت لسه بتتكلم عن المجموعه الهجوميه والفارق ما بين هشام محمد وعمرو السولية وحسام عاشور. طبعا احنا بس كنا بنقول ان انت يعني خاصه ان انت كمان الحته اللي قدام ما عندكش حد برضه بيدافع بشكل كبير. نعم. يعني الثلاثه اللي موجودين قدام حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، ثلاثه عناصر هجوميه 100%. النهارده خد بالك اول مباراه بتبقى صعبه جدا طبعا. المدير الفني عايز يلعب الكل في الكل، يعني ممكن مباراه غير النهارده ممكن يبقى ممكن وليد سليمان يبقى على دكه البدا يبقى عنصر من العناصر اللي ممكن يكون ليها لكن هو لا هو لكن انت النهارده دي مدرسه ودي مدرسه طبعا دي مدرسه ودي مدرسه لكن انت النهارده بتلعب اول مباراه بالنسبه لك مع فريق قوي مفترض ان هو برده فريق مصنف عنده امكانيات كبيره طبعا. فطبيعي انك تلعب الكل في الكل، يعني النهارده مستر لاسارتي بيلعب الكل في الكل النهارده، عايز يحط ضغط من اول دقيقه على فرقه فيتا كلوب، عايز يكسب المباراه من اول دقيقه، عايز اللعيبه تكون عايز يحط اكبر عدد من اللعيبه اللي عندهم خبرات، وانا شايف اللعيبه كلها اللي في الملعب كلها لعيبه عندها خبرات ولعيبه كلها عندها امكانيات، ولكن بس هي بتفصلنا الحته الدفاعيه كيف يدافع النادي الاهلي؟ انت مشكلتك فين؟ انت مشكلتك في الاثنين اللي في القلب
ومشكلتك في الاثنين اللي في نص الملعب. هم دي مشكله النادي الاهلي. الاثنين في نص الملعب مش بقول ان هم مشكله يعني هم اداء وحش، لا بقول ان دايما الفرق الكبيره بتبقى حته العنصرين، العنصر اللي موجود في نص ملعب الميدفيلدرز دول اهم عنصرين، اهم عنصر زي ما انت قلت لازم يكون هناك اختلاف ما بين الاثنين بالظبط عشان يبقى انت تاخد بالك. هم دول الرابط اللي بيعمل، هم دول اللي بيدافعوا بشكل كويس، هم دول اللي بيساعدوا في عمليه التحضير، هم دول كمان اللي بيساعدوا في الحته الهجوميه. فالنهارده النادي الاهلي ان شاء الله لو الاثنين اللي في نص ملعب هشام محمد وعمرو السوليه كانوا النهارده في مستوى عالي بالنسبه لهم، اعتقد النادي الاهلي النهارده هيتفوق بشكل كبير جدا جدا طول المباراه. كابتن اسامه عايز اسالك عن مروان محسن تحديدا. مروان محسن واحد من اللعيبه راس حربه منتخبنا الوطني وراس حربه النادي الاهلي، عنده كل الامكانيات اللي تخليه افضل مهاجم في مصر، هو بالفعل كده. خلال الفتره اللي فاتت لم يكن هناك توفيق نقول كذا كذا لغايه لما الاهداف الحمد لله ابتدت ترجع مره اخرى. هل الثلاثي رمضان صبحي وليد سليمان حسين الشحات، هل الثلاثي هيفرق وجودهم مع مروان محسن، ولا انت شايف ان مروان ده حاله بذاته او راس حربه لوحده يبقى لازم هو اللي دايما يبقى كويس علشان يقدر يجيب اهداف وكذا وكذا، ولا الثلاثه دول هيفرقوا معاه؟ طبعا لازم مروان محسن يفرق بين مباريات منتخب مصر ومباريات النادي الاهلي. نعم. منتخب مصر بيلعب باسلوبه بطريقه مع مستر اجيري، دايما هو المحطه اللي بيجي تحتها محمد صلاح، بيجي تحتها تريزيجيه، بيجي من تحتها الناس. المباريات الدوليه غير المباريات النادي الاهلي المحليه، لازم مروان محسن يطور من الناحيه الهجوميه بتاعته. دايما لازم يبقى ليه تواجد يعني بشراسه في منطقه 18، لازم هو يعني يبقى عنده محاولات فرديه غير مباراه منتخب مصر. لكن طبعا النهارده الثلاثي الموجود تحت مروان محسن محطه مهمه جدا، سواء رمضان صبحي او وليد سليمان او حسين الشحات. النهارده اول مباراه لحسين الشحات، نتمنى له النهارده ان شاء الله التوفيق، يعني واحد ضحى باموال كتير عشان يكون موجود في النادي الاهلي، ودايما يعني هيكون في قلوب يعني الجماهير الاهلاويه مفتاح هجومي مهم جدا حسين الشحات، ربنا يحميه ان شاء الله. النهارده برضه يا كابتن اسلام هتلاقي فيتا كلوب عندهم تكتل دفاعي شويه، مع التكتل الدفاعي ده لازم انت تنوع اسلوب اللعب بتاعك. طبعا النهارده مباراه النادي الاهلي لازم تبتدي بالضغط العالي، لازم النهارده نشوف ضغط النهارده جماعي من مروان محسن، من رمضان صبحي، من وليد سليمان، من حسين الشحات، خاصه في بدايه المباراه. فيتا كلوب دايما مشكلتهم في اول 30 دقيقه في المباراه ما عندهمش التمركز الصحيح، دايما بيتلقوا اهداف كتيره، وده بالارقام دايما اول 30 دقيقه في المباراه بيدخل فيهم اهداف كتير. فالنهارده لازم يبقى في الضغط العالي من مروان محسن والرباعي الامام. النهارده لو في تكتل دفاعي لازم تنوع بقى اسلوب المفاتيح الهجوميه بتاعتك. لازم النهارده علي معلول عليه دور هجومي مهم جدا، واحد مفاتيح الهجوميه للنادي الاهلي المهمه. النهارده علي معلول من احسن الناس اللي بتعمل الدور الهجومي. النهارده اول ما رمضان صبحي شفناه في مباراه سموح، اول ما بيستلم الكوره رمضان صبحي بتلاقي علي معلول عامل سبرنت معدي رمضان صبحي. ده التفاهم اللي انت اتكلمت عنه المره اللي فاتت، ان هو بيخش لجوه هو بيطلع التاني من وراه، بيعمل كمان. انت لعبت في المكان بتاع الباك باك رايت، او النهارده علي معلول باك ليفت، بياخد في المساحه اللي بعد رمضان صبحي، بيديله مفتاح او مساحه انه يقدر يشتغل فيها. شفنا مباراه سموح اشتغل من ناحيه الشمال، عمل كذا كروس طبعا فيها خطوره. نفس الكلام النهارده محمد هاني مطالب منه انه يشتغل في الحته دي. اول ما حسين الشحات بيستلم الكره لازم هو يعدي حسين الشحات، يبقى احد المفاتيح الهجوميه. النهارده طبعا وليد سليمان بخبراته بقى الكبيره ما شاء الله ادى البطوله اللي فاتت بشكل كبير جدا، وكان من احد الناس المرشحه من افضل اللاعبين في افريقيا، عليه دور مهم النهارده. لازم التكمله الهجوميه مع مروان محسن في ال 18، وهو عنده الملكه ان وليد سليمان بيعملها. لازم التكمله الهجوميه في ال 18 من رمضان صبحي، من حسين الشحات، لو علي معلول او محمد هاني بيعمل كروس باص. النقطه اللي انتوا اتكلمتوا فيها الثنائي بتاع عمرو السوليه وهشام محمد، دول النهارده دورهم مهم جدا. عمرو السوليه دايما هو عنده الافضليه ان هو اللي بيروح او بيكمل في ظهر الناس او بيروح بيدخل ال 18. لازم النهارده التمركز الدفاعي الصحيح لهشام محمد. نعم. خاصه ان فيتا كلوب بيعتمدوا مع التكتل الدفاعي على السرعات المرتده والهجمات المرتده السريعه غير طبيعيه. عندهم النهارده جان مارك ماكوسو، ده مهاجم خطير، عنده 10 اهداف في بطوله الكونفدراليه اللي فاتت، وعنده هدفين في البطوله دي برضو امام بطل لسوتو. فبرضو لازم يبقى فيه تمركز دفاعي صحيح من سليف ومن ايمن اشرف. النهارده ما ينفعش ان انا اسرح مع الهجمه، النهارده انا عندي مفاتيح هجوميه شغاله، لازم التمركز الصحيح. النهارده لو ايمن اشرف ماسك او سليف، وانا افضل دايما سليف هو اللي يمسك، ان هو ما عندوش السرعه، لو الكره اتعملت في المساحه ايمن اشرف هو اللي عنده السرعه ممكن يشتغل فيها. فلازم يبقى فيه التمركز الدفاعي صح، او الزياده العدديه مع التمركز بتاع فيتا كلوب. لكن النهارده
عايز تخلص بقى المباراه بدري لازم الهدف البدري. نعم. النهارده احنا يعني الفتره اللي فاتت وده اللي كان دايما اي مدير فني او تحديدا مانويل جوزيه كان دايما يقول لك ايه خلص بدري خلص اول ربع ساعه 1-0 2-0 كده يعني ايه نشوف بقى هنعمل ايه لكن 2-0 دول هم او 1-0 يعني طب. الهدف الاول بيجي الهدف الثاني بيجي الهدف الثالث بيجي بتبقى الامور افضل وفي المباريات اللي زي دي انت يهمك الثلاث نقاط. هنرجع نكمل كلامنا مره اخرى ولكن خلينا نروح نشوف تقرير عن تاريخ لقاءات النادي الأهلي مع الأندية الكونغولية. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر عايز اسال حضرتك عن كيفيه الدفاع بقى في هذه المباراه لان هو ده الدور الاهم او يعني احنا كلنا متفقين ان الناحيه الهجوميه فيها بعض الاطمئنان يعني طبعا كره القدم لا تعرف المستحيل لكن الناحيه الهجوميه فيها بعض الاطمئنان. وجهه نظر حضرتك ايه بقى في الناحيه الدفاعيه كيف يبدا ان يدافع النادي الاهلي بشكل افضل من الفترات السابقه؟ هو طبعا الكره الحديثه اللي احنا بنتفرج عليها اسلام دلوقتي اول خط دفاعي هو الخط الامامي مظبوط يعني هنتكلم على مروان محسن ازاي بيقفل على اثنين قلبي الدفاع ما حدش بيزيد من خلالهم ازاي رمضان صبح بيقفل على الباك رايت اللي من ناحيته ازاي وليد سليمان بيقفل على الهاف الديفندر ازاي حسين الشحات بيقفل على الباك ليفت الباك ليفت عندهم من اللعيبه المميزه أوي. بتنطلق صح. ورا مهاجمنا بتعمل كورسات العرضيه وفي نفس الوقت بيعمل خلل وراه نقدر نستغل واحنا بنهاجم. النقطه الثانيه يمكن بلال واسامه اتكلموا على السليه وهشام محمد احنا كنا نتمنى ندفد يبقى اقوى شويه يمكن من هشام من الحته الدفاعيه بيساعد بشكل جيد لكن طبعا وجودهم الاثنين في التغطيه والميلان بعد الخط الهجومي ازاي السليه بيساعد رمضان وبيساعد معلول في حته التواجد في التغطيه والميلان ورا رمضان هشام نفس الكلام بالنسبه للتغطيه والميلان ورا حسين الشحات. هنيجي بقى للدور الرباعي اللي هم عندهم الدفاع بنسبه 100% يعني معلول وايمن اشرف وكوليبالي ومحمد هاني لان احنا واضح ان شفنا الفرقه دي في مباراه المصري يمكن في القاهره وسجلوا هدفين واضح قوي ان هم عندهم كونتر اتاك بشكل جيد جدا فرقه جيده جدا في الثلاثي الهجومي زي ما اسامه قال انه عندهم هدافين اكتر من 10 اهداف او يمكن جان مارك ماكوس ده اخطر في واحد اخطر واحد ففي النهارده هيبقى في رقابه من كولوبالي للراجل الهداف ده بشكل جيد ويمكن ايمن اشرف عنده حريه الحركه والميلان والتغطيه وراء كولوبالي وده يبقى حسب بس تواجد راس الحربه لو هو ناحيه ايمن اشرف بيمسك وبعدين كولوبالي بيبقى عامل التغطيه والميلان العكس لو قريب من كولوبالي يبقى كولوبالي بيمسك وايمن اشرف هو اللي بيعمل التغطيه والميلان محمد هاني برضك حته الجبهه اليمين لازم يبقى فيها التمركز بشكل جيد وانا شايف ان محمد هاني بيزيد في المباراه السابقه شفناه بشكل جيد. مهم جدا كابتن اسلام ان احنا اول ربع ساعه ناخد المبادره بالنسبه لنا في حته الضغط عليهم الكل مجتمع بشكل على جيد. المبادره يا كابتن الكل بيجتمع على المبادره ان احنا في اول ربع ساعه على الاقل يجب ان يكون احراز اهداف. طيب ما حصلش ما جبناش اهداف يعني في اول ربع ساعه يعني مفيش بص مفيش مشكله انت عندك ستايل في اللعب عندك طريقه لعب انت بتشتغل بيها طريقه اللعب دي بتحافظ بتبتدي بيها وبتحافظ عليها لنهايه المباراه انت بتشتغل ضغط على الخصم من بدايه اللقاء او بتشتغل زون ديفنس لما بتتطرف منك الكوره هي على حسب طريقه المدير الفني دي بتعتمد كمان على الجاهزيه البدنيه للعيبه اللياقه البدنيه بتاعتهم الفتنس اللي موجود يعني انا مثلا انا لو النهارده مدير فني هبتدي اضغط على الفرق الافريقيه من نص ملعبها معروف صح. دايما ان هم الفرق الافريقيه اسلام انت لعبت كتير جدا عندهم عشوائيه في الحته الدفاعيه وعندهم تنظيم وعندهم كمان مهارات عاليه جدا وسرعات في الحته الاماميه فانت النهارده التنظيم في الناحيه الاماميه يعني. الاماميه لكن عندهم عشوائيه في الحته الدفاعيه دايما حته عمليه التحضير بتاعه الفرق الافارقه ما بتبقاش موجوده بشكل كبير جدا عندهم مشاكل كتير جدا في الحته في التحضير عندهم مشاكل جدا في الرقابه عندهم مشاكل جدا في التغطيه العكسيه هي دي المشاكل اللي موجوده في الكره الافريقيه بشكل عام في الاستوبارات في الباكات في كل حاجه فانت النهارده النادي الاهلي لازم دايما الحته اللي هي البلايند اريا اللي هو الجانب الاعمى بالظبط لازم يبتدي يضغط من نص ملعب النهارده فيتا كلوب عشان ما يدروش فرصه انه يحضر ما يدروش فرصه ان هو يلعب يباصي باصات سهله للعيبه اللي موجوده قدام اللعيبه اللي عندها السرعه واللي عندها المهاره لو ضغطت على الفرق الافريقيه ايا كانت مين حجم الفرق واسمها لو ضغطت عليها في نص ملعبها اعتقد يعني هتكسب يعني تقدر تسجل اهداف سريعه جدا لان انت هتبقى انت قريب من المرمى بتاعهم هتقدر تتحول بشكل كبير جدا من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه المسافه ما بينك وما بين حارس المرمى او جول الخصم هتبقى مسافه قريبه تقدر انت تسجل اهداف تمام بس يا كابتن اسامه في نفس الوقت الكلام اللي كابتن بلال بيقوله ده رائع جدا فلما تيجي تضغط عليهم من قدام هتعمل مساحات عندك هيبقى في عندك برضو في الناحيه الدفاعيه بعض المساحات وفرق السرعه خلينا نعترف ان هو في صالح فيتا
وهم بيلعبوا على كده فعلا. وهم بيلعبوا على كده كيف يمكن التنسيق ما بين كلام الكابتن بلال واللي احنا عايزين نعمله ان احنا ندافع بشكل جيد؟ النهارده علي معلول لما بيشتغل من ناحيه الشمال وعندك التكمله اكيد ما علي معلول لما بيطلع على الشمال بيبقى معاه رمضان صبحي، بيبقى معاه وليد سليمان، مروان محسن، بيبقى الناحيه الثانيه حسين الشحات. ما ينفعش اشوف محمد هاني وعلي معلول الاثنين طايرين. برافو عليك. لازم في باك طالع يبقى باك ثاني مأخر نفسه شويه. لازم يقول لهم المدير الفني لو لو علي معلول طلع كابتن ماهر يبقى عندك محمد هاني، محمد هاني سيبك باك ثالث. لا او مأخر نفسه في وسط الملعب. اول ما الكره حتى لو بدات عمليه الاستحواذ والسيطره ترجع كره ناحيه اليمين خلاص عنده الفرصه انه يتقدم وبيرجع علي معلول ثاني. النهارده عندك لو عمرو السوليه دايما هو اللي بيقوم بالدور ده انه بيكون مهاجم او تحت الناس دايما او رجليه دايما بتاخده للتكمله الهجوميه، لازم محمد هشام هشام محمد هو اللي يقف عشان يقوم بالدور اللي بيعمله حسام عاشور. لو راح ناحيه الشمال هو بيميل ناحيه الشمال بيغطي علي معلول او ناحيه اليمين. دايما عندك طبعا الاثنين مساكين ما فيش زياده. زياده بتبقى في كره الثابته بس. عندك اثناء الكره وهي متحركه عندك سليف وعندك ايمن اشرف لازم بسيط يعني. ولو سليف طلع في الكرات الثابته بيبقى حد واقف مكانه تمام. لازم ان هم خلي بالك هم دايما بيعتمدوا على جان مارك ماكوسو ده الفيرود ده بيبقى محطه وهداف وعندك نجومه رقم 8 رقم 8 اللي هو الهاف ليفت. ايوه ده دايما لا ده في وسط الملعب رقم 8 ده اللي بيبقى ليه دايما التكمله الهجوميه. الباك ليفت زي ما كابتن ماهر بيقول ده يعني من اكبر نقط الضعف في فيتا كلوب. دايما عنده النواحي الهجوميه كويسه. حسين الشحات ممكن بقى يقدر يشتغل في المساحه اللي في ظهره ده. يعني دايما النهارده يمكن رؤيه اللاسارتي ان هو شاف ان نقطه الضعف بتاعه فريق فيتا ناحيه الشمال فحط حسين مثلا ناحيه اليمين بحيث ان هو يستطيع ان هو يقفل عليه من الناحيه الهجوميه ويقدر يشتغل من وراه في الناحيه الدفاعيه. ممكن النهارده بس لازم النهارده حسين الشحات ربنا زي ما بقول لك يعني يوفقه النهارده اول مباراه وتكون يعني انطلاقه ليه مع النادي الاهلي. لازم يشتغل في الشكل في الحته دي بشكل ولازم يبقى فيه مسانده من وليد سليمان النهارده. خلي بالك برضو النهارده مع التكتل الدفاعي ده يا كابتن اسلام لازم عمليه السيطره والاستحواذ في نص الملعب. ما ينفعش ان انا ازق النهارده اول ما استلم الاقي المساحات ده ما ينفعش ان انا اعتمد على الكرات الطويله او افقد الكره بسهوله. لازم عمليه الاستحواذ والسيطره دايما اللي بتميز النادي الاهلي تدوير الكره الصغيره. هشام محمد عمرو السوليه قفلت بيشتغل ناحيه الشمال عند علي معلول ورمضان صبحي قفلت ادور الكره ناحيه اليمين. ده اللي بيخلق الفرص للنادي الاهلي. لكن برضو في البدايه الحاجه اللي احنا بنعاني منها بقى لنا فتره هي اهدار الفرص السهله. ما ينفعش النهارده مباراه ان انا ابدا ادخل فيتا كلوب معايا في المباراه هدف من البدايه يقتل المباراه، هدف ثاني خلاص خلاص خلص المباراه تمام. عندك برضو نقطه مهمه النهارده من اهم نقاط الضعف في فيتا كلوب هو حارس المرمى. سنه طيب. كبير. هنرجع لحارس المرمى يعني خلينا الحاجه نتكلم فيها طيب. بقى بعد ما نرجع هنطلع التقرير عن لاسارتي والمواجهه الافريقيه الاولى نطلع نشوف التقرير هيقول لنا ايه ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن ماهر عايز اسال حضرتك عن اهم نقاط الضعف التي يستطيع النادي الاهلي ان هو يستغلها في فريق فيتا كلوب. هو بالنسبه لنقاط الضعف غير ناحيه الشمال بقى خلاص زي ما بقى لاسارتي وقدر انه يتفرج عليهم في اكثر من مباراه. عندهم حراسة المرمى يمكن حارس المرمى عندهم يمكن زي عصام الحضري كده يمكن عمره بيعدي 38 عام و... لا بس عصام معدي 44 يعني عايزين نستغرب عصام شويه فواضح قوي طبعا يعني. ربنا يديله الصحه. واضح قوي طبعا ان هم عندهم مشكله بالنسبه لحارس المرمى. معظم الاجوال اللي دخلت فيه عباره عن كروسات عرضيه او تصويبات من خارج ال 18 ما بيعرفش يتعامل معاها بشكل جيد. زي ما قال بلال واسامه كمان عندهم خط الظهر. معظم الفرق الافريقيه يا اسلام بتبقى مشكلتهم في حته خط الظهر الرباعي اللي موجود في خط الظهر في حته الميلان في حته التغطيه في حته الرقابه في حته عندهم سرحان بشكل 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 كبير. هم الكرات العرضيه بالنسبه لهم بتسبب لهم مشاكل تصويبات من خارج ال 18. الجمل التكتيكيه اللي احنا شفناها من الرباعي اللي موجود عليه التشكيله النهارده عندنا المهاره الفرديه نقدر نخترق واحد ضد واحد نقدر نتفوق عليهم بشكل جيد. نقدر الحاجات اللي في العمق اللي فيها الدبل باص او الوان تو نقدر نتفوق عليهم بشكل جيد. حتى الكرات الثابته الجمل التكتيكيه اللي احنا بنعملها في الكرات الثابته عندنا وليد يقدر يسجل هدف. النهارده حسين الشحات ورمضان يقدروا يخترقون الدفاع ده بشكل جيد واحنا معانا الكوره في الثلث الدفاعي بالنسبه لهم او الثلث الهجومي بالنسبه لنا.
المهاره الفرديه، الجمله التكتيكيه، الربط اللي بين معلول ورمضان، شفنا في الدوري اخر مباراه يمكن مباراه سموحه الجمله اللي جت هدف كانت بشكل جيد بين رمضان ومعلول في حته الاختراق من على الاطراف. برضك محمد هاني ما حسيتش، مش ماتش سموحه، ماتش اسف ماتش بيراميدز كان هدف بشكل جيد جدا، لكن اتعملت نفس اللعبه دي في ماتش سموحه، في ماتش سموحه يعني واضح ان الجمله احنا اتعملت كتير صح بشكل جيد. التصويبات برضه كمان يا اسلام من خارج ال 18 مهم جدا، هم مركز على موضوع التصويب جدا. هم عندهم نص ملعبهم محتاج عنده قدره عدديه في حته الاستحواذ، لازم احنا كمان نقدر ناخد المبادره منهم. هم عندهم الكونتر اتاك بيعملوه بشكل جيد. يمكن هم الشوط الثاني بيقدروا يجيبوا جوال في معظم المباريات اللي لعبوها نتيجه اللياقه البدنيه العاليه اللي هم بيمتازوا بيها. عندهم كمان التحامات يعني. في كل كره بيلتحموا بشكل جيد، انت عارفين الكره الافريقيه كلها معظمها بتعتمد على القوه والسرعه والالتحامات. فمن بدايه المباراه احنا اتكلمنا عن الربع ساعه الاولى، مهم جدا يا اسلام ان احنا طول عمرنا متورصين النادي الاهلي، الربع ساعه الاولى بنضغط على الفرق بشكل جيد ونقدر نسجل هدف، ونتمنى طبعا بعد تسجيل الهدف ان احنا ناخد ثقه نعدل بهدف تاني يعني تبقى الامور احسن بالظبط، بشكل جيد ثقه اللاعبين وثقه الجهاز وجمهورنا حتى في هذه المباراه. في حاجه برضو اسلام عايز اقولها بالنسبه لنقط الضعف الموجوده عند الفرقه دي بالذات، يعني كان شفت لها ماتش مع المصري الموسم الماضي، هي فرقه جيده جدا ولكن خد بالك بيعيبهم الكرات العرضيه، الكرات العرضيه عندهم مشاكل كتير جدا، الكرسات العرضيه عندهم مشاكل كتير. يبقى اذا النهارده كل الشغل هيبقى علي معلول رمضان التحركات، خد بالك مهم جدا محمد هاني يعني مهم جدا التحرك بتاع رمضان صبحي داخل ال 18 في الكرات العرضيه، مهم جدا التحرك بتاع حسين تكمله. برافو عليك، داخل ال 18 احنا المباراه اللي فاتت مباراه سموحه عملنا ممكن يعدي ال 15 20 كروس عرض صح، بس ولكن انت موجود واحد بس جوه ال 18 بتشتغل على لعيب واحد بس، صعب جدا تكمله من ناحيه الهدف. لو الكره بالاوفر ناحيه اليمين يبقى رمضان راس حربه، يبقى راس حربه تاني ووليد تحتهم، شحات لازم راس حربه تاني، وليد سليمان لازم يكون موجود جوه ال 18، مش هتقدر تسجل اهداف خاصه ان هم خد بالك هم طوال القامه، ولكن تحركاتهم جوه ال 18 هم دايما بس عينيهم على الكوره مش عينيهم على الكوره والمان. عشان كده احنا بنقول ايه، في حاجتين مهمين جدا يتدربوا بيهم النهارده، يا اما كره عرضيه يا اما كره عكسيه. الكرات العكسيه برضو عندهم مشاكل كبيره فيهم، دايما الاثنين الاستوبرين بيتحركوا قريبين من بعض جدا وما بيرقبوش بشكل كويس، هي في ظهر المدافعين. فالنهارده النادي الاهلي عشان يسجل اهداف وبشكل متكرر لازم يستغل الكرات العرضيه بشكل كويس قوي، والتكمله مهمه جدا، لازم يبقى حسين الشحات عارف ان هو راس حربه ثاني، لازم رمضان صبحي عارف ان هو راس حربه ثاني، مهمه جدا جدا صح. تواجدهم داخل ال 18، لان احنا عندنا النهارده اثنين بيعرفوا يلعبوا الكورسات بشكل كويس قوي، علي معلول بيوصل، محمد هاني بيوصل، وليد سليمان احيانا هتلاقيه بره بيوصل. رمضان كمان ما يتطرفش، سوري مروان ما يتطرفش. مروان ما يتطرفش، خلاص النهارده، ودي النقطه اللي انت سالت فيها اسامه كنت عايز اضيف عليها سنه. اتفضل. لعب منتخب مصر، منتخب مصر بيلعب فرق ممكن تكون اعلى منه في المستوى، فالنهارده دورك كمحطه غير دورك انت، استنى الناس لما تيجي وتغير الاهلي مختلف تماما. الاهلي النهارده هو التارجت بتاعه انه يكسب، مش حاجه ثانيه، يعني منتخب مصر ممكن بيلعب مباراه مع الفرقه اللي قدامه اعلى منه شويه، ممكن وارد جدا، بتلعب على الكاونتر اتاك عشان تستغل السرعات اللي موجوده عندك، لكن انت النهارده الاهلي هو فعل مش رد فعل، فوجودك في ال 18 او طريقه لعبك النهارده مع الاهلي تختلف تماما عن طريقه لعبك مع المنتخب، النهارده المطلوب تبقى جوه البوكس عشان تقدر تسجل اهداف، مع المنتخب بتلف بتلعب حوالين الدايره بتبقى محطه، لكن النهارده الوضع مختلف تماما، خروج بره ال 18 مش مطلوب باي شكل من الاشكال النهارده. كابتن اسامه، بدلاء نادي الاهلي شريف اكرامي، كريم نيدفيد، اسلام محارب، ياسر ابراهيم، احمد حمودي، نصر ماهر، محمد شريف، من وجهه نظرك من سيكون له الافضليه او الاولويه في الدخول في قبل ما اكلمك عن البودره كابتن اسلام فضل. بسرعه كده قدامنا اتكلمنا عن نقط الضعف في فيتا كلوب، واتكلمنا عن نقاط القوه اللي تمثل في جان مارك ماكوسو، وقلنا نجومه رقم 8 عندهم برضو نقطه قوه هي المدير الفني، المدير الفني فلوران ايبنجي، ده من المديرين الفنيين الكبار في افريقيا، مظبوط، بقى له 7 سنين مع فيتا كلوب، عنده خبرات افريقيه كبيره وازاي يتعامل كمان مع المباريات الافريقيه. في 2014 وصل معاهم لنهائي دوري الابطال، السنه اللي فاتت وصل نهائي الكونفدراليه وخرج امام الرجاء المغربي، فانت النهارده برضو ده مدير فني عنده خبرات كبيره جدا، مدرب المنتخب حاليا كمان، وبيمرن كمان منتخب الكونغو بعد الظهر، هو مش موجود هيكون كمان موجود في كاس الامم الموجوده في مصر، هيقود منتخب الكونغو. تمام. عندك يعني انا طبعا يعني اتمنى ان المباراه تخلص بدري، لكن لو عندك الحلول الهجوميه الموجوده عندك بره، عندك ناصر ماهر، عندك محمد شريف، عندك احمد حمودي، نعم، دي عناصر الهجوميه لو تاخر الفوز
ممكن يتم الدفع بيهم في الناحية الهجومية. لو انت عايز تأمن في نص الملعب طبعا عندك كريم نيدفيد وعندك اختيار اول واسلام محارب. تمام. يعني ده بالنسبه للنواحي الدفاعيه وده بالنسبه للنواحي الهجوميه. انا بشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي بعد المباراه كابتن ماهر يا كابتن احمد يا كابتن اسامه، وان شاء الله ان شاء الله نهني بعض على الفوز وثلاث نقاط تكون ان شاء الله بدايه مشوار النادي الاهلي. هنستناكم بعد المباراه ان شاء الله، تتفرجوا على المباراه وترجعوا لنا مره اخرى، عندنا كواليس حصريه للي بيحصل في ملعب المباراة هنا من خلال قناة النادي الأهلي. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل تروحوا تتفرجوا على المباراة وترجعوا لنا بعد المباراة مباشرة وكواليس حصرية لما حدث في المباراة، وإن شاء الله تكون فرحة بعد المباراة بثلاث نقاط هامة جدا. كل التوفيق للنادي الأهلي، نشوفكم بعد المباراة.